بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الندوة الدولية التي يعقدها الاتحاد الدولي للمؤرخين بالتعاون والشراكة مع جامعة سليمان الدولية بتركيا وجامعة السيدي محمد بن عبد الله بفاس بالمغرب ومركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية تحت عنوان قراءات في المعرفة التاريخية، الآن تعقد الجلسة الختامية، وعادة ما تكون الجلسة الختامية هي جلسة حوار. وتقديراً للجهود التي بذلت خلال يومي الندوة والحوارات المعمقة التي جرت خلالها، فإني أود أن أقدم مطالعتي وقراءتي للمعرفة التاريخية، وأقول المعرفة التاريخية هي خلاصة مجهودات الإنسان وتضحياته وخبراته في مجال مواجهة تحدي الطبيعة أو تلك الناتجة عن صراعاته مع الآخر. فالمعرفة التاريخية هي تلك الخبرات والمعارف التي شكلت هوية، فهي نتاج حضارة وفكر وقراءة، وهي تعد مستوى فكري وعقلي يستخرج الأوصاف والخبرات والتجارب والدروس. فالمعرفة التاريخية تأمل وفلسفة وقراءات فكرية متقدمة تحول الدراسة التاريخية للحدث إلى قوانين تحكم مسارات ومستقبل المجتمعات والشعوب، وترسم لها طريق يجنبها تكرار الخطأ، وتمنحها أيضا قوانين تعطيها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. فالمعرفة هي تحليل واستنباط ينتهي إلى تقديم تجارب وخبرات وقوانين للحياة. وفي محور آخر من المحاور التي طلبنا أن تكون مجالاً للنقاش، أود أن أدلو بدلوي في توظيف المعرفة التاريخية التي أمتلكها ومحاولة تشخيص أسباب تردي الحال العربي. هذا أحد الأسئلة اللي طرحناها على حضراتكم، أنه على الأقل كل واحد يجرب نفسه في فكرة محددة أو تحليل محدد على ضوء ما يمتلكه من معلومة. من وجهة نظري وعلى ضوء ما أمتلكه من مخزون علمي يشكل معرفة تاريخية بالحدود التي أمتلكها، أقول أن الوصف الذي ينطبق على الوطن العربي أنه يعيش حالة من التردي والضعف، على الرغم من الفروقات هنا وهناك في التجربة والحياة لهذه الدولة أو تلك، بل يمكن أن أقول أن السيناريوهات المقبلة تقول أن التردي والانقسام والصراع والعنف يزداد يوما بعد آخر. هذه الملاحظة أيضا مشروطة إذا لم تتصدى النخبة السياسية أو المجتمع بأسره لإيجاد عوامل وعناصر توقف هذه التداعيات. وبرأيي المتواضع أقول أنه من خلال قراءة لمئة سنة من التاريخ الحديث للوطن العربي، فإنه يكشف لي أننا فشلنا في تنظيم وانبثاق نظام سياسي يتم فيه تداول سلمي للسلطة ويشارك فيه المواطن بفعالية، إذ أن غياب مؤسسة مدنية تضبط مسارات التنمية والتعليم والمعرفة ومكافحة الفقر وتحقق الأمن والاستقرار أدت بالنتيجة، يعني هذه الأخطاء، إلى خلق كيانات متفرقة ضعيفة لا تمتلك القدرة على التعامل مع المصالح الدولية، وجعلت المواطن يتدهور من حال سيء إلى حال أسوأ، وغابت فيها الهوية الوطنية لتضع بدلاً عنها هويات حزبية أو طائفية أو دينية. ولعل السبب الأهم والأبرز في هذا الفشل، في فشلنا في قيام نظام حكم رشيد، هو عدم قدرتنا على صياغة دساتير ترسم مسارات صحيحة وتحدد العلاقة بين المواطن ونظامه السياسي، وأيضا تحدد الحقوق والواجبات. وبالنتيجة فقدان القدرة على تحقيق التنمية، والفشل في امتلاك العلوم والمعرفة والتكنولوجيا، وفي زيادة مستوى الفقر. وبالمقابل لا أعتقد
أننا يمكن أن نوظف عناصر وشروط نرى أنها تتحقق أو تحقق التطور وتعالج الأزمات دون أن نوفر البيئة المناسبة لذلك. وهذه البيئة التي ينمو فيها مشروع التغيير والإصلاح تنطلق من نخبة سياسية وطنية تتمسك بقانون أساسي اللي هو الدستور وآليات تداول العمل السياسي وأهداف وطنية عليا. تقديري واحترامي لكم، وهذا مدخل لنبدأ على بركة الله في حوار في مجال ما مجال المخزون لديكم في مجال المعرفة التاريخية، من خلال تجربتكم، من خلال قراءاتكم، من خلال كل دراساتكم، أكيد تكونت لديكم أو تكون لديكم مخزون فكري في جانب الفكر التاريخي يعني يجعلكم قادرين على إعطاء الرأي في الوصف. الآن نبدأ يعني لكم، يعني لكل واحد الآن هو طلب الحديث، وعندي قائمة الآن في أسماء اللي طلبت الحديث أو اللي بعضها إحنا طلبنا منهم الحديث، يعني كل واحد هو حر في اختيار أما يدخل في موضوع المفهوم أو في التساؤلات اللي أثرناها في طلب الحديث لهذه. الموضوع يتعلق بالمعرفة التاريخية وما يدور حول المعرفة، أو على الأقل نتاجات المعرفة التاريخية شري نقول من خلال هذه المعرفة التاريخية. حسب التسلسل دكتور أحمد الحسو ما موجود، أكيد لو موجود دكتور أحمد الحسو. دكتور هاشم الدراجي عميد كلية التربية جامعة ميسا. يا الله، شكرا دكتور إبراهيم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين، وبعد، الحضور الكرام جميعا السلام عليكم. مشكورة هي الجهود التي يقوم بها الأستاذ الدكتور إبراهيم البيضاني الأمين العام لاتحاد المؤرخين الدولي، الذي ومن خلال تعاونه مع بعض المؤسسات لا سيما جامعة سليمان الدولية ومؤسسة الحسو، وخلال هذه الفترة عودونا على كثير من النشاطات الرائعة التي عقدت من خلالها العديد من الندوات، والتي كانت مثمرة في مجال ولا أخرج كثيراً عما تحدث به الدكتور إبراهيم، وإنما أكمل الحديث فيما بدأ فيه عن المعرفة التاريخية التي فهمنا أنها لا تعني معرفة الأحداث التاريخية وحفظها فقط، وإنما دراسة تلك الأحداث على اختلافها وتفاصيلها وقراءتها بموضوعية ودون تحيز، ومعرفة أسباب وقوعها من أجل فهم التاريخ بشكل بعيد عن التحيز والأهواء ومخالفة العقل. والسؤال الذي أطرحه هنا، هل كان المؤرخ العربي بعيداً عن التحيز؟ هل استطاع أن يتجرد عن انتماءاته الدينية والمذهبية والقومية والعرقية والمناطقية وغيرها من الانتماءات؟ هل أثرت هذه الانتماءات سلباً على المعرفة التاريخية؟ وبالتالي هذا التأثير السلبي قد ترك آثاره على المجتمع؟ أقول شيء جميل أن يشعر الانتماء، أن يشعر عفواً الإنسان بالانتماء ويعتز بهذا الانتماء، وربما يسهم التاريخ في ذلك الانتماء، لكن المغالاة في الانتماء هي الطامة الكبرى، لأنها ستجعل المؤرخ يجانب الحقيقة، وبالتالي فإنه سيضلل كثير من القراء وسيؤدي إلى إيجاد الخلافات في المجتمع، بدلاً من أن يبحث عن المشتركات بين أبناء المجتمع على اختلافها ويسهم في تعزيزها. أقول لم يستطع أغلب مؤرخينا أو بعض مؤرخينا، ومنذ بدايات التدوين التاريخي في الإسلام إلى يومنا هذا، الابتعاد عن التحيز والتجرد تجاه كثير من القضايا. والمطلوب هنا
إنه على المؤرخ أن يحرر نفسه قدر المستطاع من المغالاة أو الميول أو الإعجاب أو الكراهية لعصر من العصور أو لناحية تاريخية معينة أو أي فرد أو جماعة أو أمة من الأمم. وإذا التجأ إلى التجرد فإنه يصل بذلك إلى التجرد الإيجابي المثمر والذي لا يتخلى فيه عن معتقداته الأساسية ومواقفه الفكرية الأصيلة، لكنه مع ذلك لا يتأثر في حكمه على الماضي بهذه المعتقدات، الأمر الذي يجعل كتابته بعيدة عن التحيز ولا تميل إلى جانب على حساب جانب آخر، مما يقربها إلى الحقيقة المنشودة. ونحن نعرف أن الحقيقة في المعارف الإنسانية أو المعرفة التاريخية هي حقيقة نسبية، وهذا يتحقق من خلال ابتعاد المؤرخ عن الكذب أو الانتحال أو مجاملة أصحاب الجاه والسلطة. لا أريد الإطالة وإثقال مسامعكم، لكن أختم بالقول إن البحث في أخطاء الماضي والجوانب السلبية في تاريخنا يفيد إلى حد كبير في السعي إلى تجنب عوامل الخطأ في الوقت الحاضر، وهذا ما لم يفعله أغلب مؤرخينا، فهم لم يؤشروا عوامل الخلل والزلل في مجتمعاتهم، فأخذت الأجيال تقع في نفس هذه الأخطاء غير آبهين بأن واحدة من أهداف المعرفة التاريخية هو تدبر شؤون الحاضر والمستقبل. وقد قلتها في محاضرة لطلبتي أن أي كلام في التاريخ لا ينعكس على حاضرنا ومستقبلنا بالإيجاب فهو كلام من قبيل الثرثرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكرا لإصغائكم. شكرا دكتور هاشم. إذن النصيحة الأولى أو الرأي الأول أو الخبرة من خلال هذا التاريخ اللي من خلال تجربتك أنه المغالاة والتعصب مسألة خطرة تعرقل المؤرخ في الوصول إلى النتيجة الصحيحة، وكل العالم يقول وكل الحقيقة تقول أنه التمسك بالرأي أو بالعقيدة أو بالمعتقد أمر هو مهم لكن لا يدفع إلى رفض الآخر، إنما لابد أن تكون هناك موازنة بين ما تعتقد وبين ما يؤمن ويعتقد الآخر. فضلاً عن ذلك التوجه في موضوع دراسة الأسباب والمشكلات والأخطاء محاولة لتجنبها وليس من أجل تعميق هذا الخطأ وهذه المشكلة. الدكتور لحسن أوري ماذا تقول؟ السلام عليكم. شكرا الدكتور إبراهيم سعيد البيضاني على هذه المائدة الدسمة والتي سنناقش بعض جوانبها المتعلقة بالمعرفة التاريخية في إطار التفاعل مع ما تم إنتاجه سابقا وما زال ينتج لحد الآن فيما يتعلق بالمعرفة التاريخية. إذن سبق وأن أشرت إلى أن مسألة المعرفة التاريخية هي إشكالية عويصة، إشكالية صعبة يصعب الحسم فيها خلال هذه المرحلة، خصوصا وأننا في واقع الأمر لم نبدأ في تصحيح تاريخنا، وهذا يسيء بشكل كبير إلى المعرفة التاريخية، لأن عدم التفكير في تصحيح التاريخ وإعادة بنائه بناء صحيحا سيكرس تحريف التاريخ وتحريف المعرفة التاريخية على جميع المستويات من القديم إلى المرحلة الراهنة أو ما يعرف بالتاريخ الراهن الذي يدخل في العلوم السياسية والذي أتحفظ عليه، لأنه ينقل لنا فعلا ما نقلته
يعني الأقلام السابقة التي ارتكبت يعني جرما في الكتابة التاريخية أو جريمة في الكتابة التاريخية، لأنها حرفت في واقع ما وصلنا من هذه المعرفة. إذن الأمر الأول الذي يجب علينا أن نبحث فيه، ونحن نقوم بعملية بناء وعملية قراءة أولية. إذن نحن يجب علينا أن نستوعب بأننا في مرحلة القراءة ولسنا في مرحلة الكتابة، لأننا إذا أردنا فعلا أن نكتب تاريخنا بناء على معرفة يعني إنسانية ومجالية وزمنية دقيقة، يجب علينا أن نحقق ونصحح ما كتبه السابقون، لأن دخلت مجموعة يعني من الأيادي الغير الأمينة إلى كتابة التاريخ، فحرفته بناء على التوجهات التي كانت تريد أن توجه فيها التاريخ، يعني أنها كانت تريد أن توجه التاريخ لخدمة مصالحها الشخصية، وهذا بالفعل يعني شوه المعرفة التاريخية. نحن ويجب أن نتفاهم وأن نتفق على هذا الأمر، يجب علينا أن نقوم بتنقية المعرفة التاريخية من شوائبها، ثم بعد ذلك نعاود قراءة هذا التراث وتمحيصه وتحقيقه بناء على جهود فريق يجب أن يكون منسجماً ومتعدد التخصصات، وله من الأدوات المعرفية والمنهجية ما يكفي على الأقل لفهم بعض المغالطات التي مررت في التاريخ والتي اكتسبناها، يعني وصلت إلينا ولا زلنا نمررها ولم نتمكن يعني من الوقف أو الوقوف في وجهها حتى لا تصل إلى الأجيال القادمة إن شاء الله. وهذا أمر في الواقع يجب أن نحسم فيه كمؤرخين، لأنه إذا لم نتمكن من الحسم في هذا الأمر فإننا سنظل دائما نقرأ التراث التاريخي ولا نكتبه، رغم ما كنكتبوش التاريخ، لا نكتب التاريخ، وإنما حاليا نحن في إطار اجتهادات، في إطار قراءات، ونكتب تاريخنا بناء على وثائق الغير ونصوص الغير وما قدمه لنا الآخر جاهزا. وهذا ينطلي على جميع العوالم حتى في الغرب، هناك بعض المغالطات التاريخية التي تمرر والتي اكتسبناها ولازلنا نمررها. إذن هذا الأمر يجب أن نحسم فيه ونكون يدا واحدة من أجل التصدي لكل ما عالق بالمعرفة التاريخية من أخطاء، لأنه إذا لم نتمكن من تصحيح هذه الأخطاء فلا يمكننا أن نتحدث عن معرفة تاريخية يعني جادة وموضوعية، رغم أنني أختلف مع الإخوان كثيرا بأن لا موضوعية في التاريخ، لأن دائما المؤرخ هنا وسأسطر على هذا الأمر، لأن المؤرخ لا يعتبر محايدا ولا يمكن أن يكون محايدا، لأنه حتى إذا دخلت مشاعره في الكتابة التاريخية فهو ليس محايد، وهذا غالبا يعني ما ينعدم في الكتابة التاريخية، ونحن نعرف هذا الأمر، لأن كل باحث يكتب يعني مقالان أو يكتب أطروحتان أو يكتب يعني بحثا أو يقوم بدراسة إلا وحضرت أنا المؤرخ في هذه الكتابة. إذن على الأقل يجب أن نحقق هذه المعرفة التاريخية ونصححها ونقوم كذلك بضبطها حتى يعني نرقى إلى مستويات أخرى، آنذاك يمكننا أن نقول بأننا سننتقل من قراءة هذه المعرفة إلى كتابتها كتابة صحيحة. شكرا دكتور
دكتور لحسن أوري، عضو الأمانة العامة للاتحاد الدولي للمؤرخين. عندما كان يتحدث دكتور لحسن عن الصعوبة وعن الإشكالية، بصراحة كنت أريد أسأل كيف السبيل يعني بتصحيح التاريخ، لكن تلمست بعض الحلول من خلال الحديثة، أنه بعاد الأيادي الغير الآمنة اللي كتبت التاريخ، وأن نبحث عن مصادرنا وعن وثائقنا وليس نعتمد على ما قدمه الآخرين. وأيضا هو دعوة إلى لعمل مشترك بروح واحدة، عمل جماعي. وأيضا أنا ممكن أقدر أضيف أنه ملاحظة في هذا الجانب، رغم أنه كيف السبيل لا يزال يحتاج إلى حديث أوسع بهذا الإطار، أقول يعني الآن نكتب بأسلوب جديد وبصياغة جديدة وبرؤية جديدة، هذا كفيل بأن يقدم تاريخا جديد. يعني هو بالنتيجة عندما تقدم رؤية جديدة أنت تنسف رؤى واتجاهات ومدار السابقة وترسم الآن مسارا جديدا. الحديث دكتور الآن دكتور إبراهيم، نعم، نقطة واحدة فقط، وهذا أمر كذلك ضروري ومهم جدا. نحتاج إلى باحثين جريئين، نحتاج إلى الجرأة، لأنه إذا لم تكن هناك جرأة لاقتحام هذه الأمور فلا يمكننا بالفعل تجديد هذه المعرفة التاريخية وتنقيتها وصحيحها، لأنه لا. يجب أن نصل إلى مستوى أن نقول بأن للمؤرخ الحق في أن يطلع على كل شيء وأن يكتب كل شيء وأن يقول كل شيء، وهذه الأمور هي من الأمور الصعبة التي تعرقل الكتابة التاريخية والتصحيح. نعم، شكرا. هنا نحتاج إلى جرأة. شكرا دكتور. الدكتور عبد المجيد النوري موجود؟ دكتور عبد المجيد النوري، مرحبا. مرحبا سيد أميلان، ماذا تقول دكتور؟ مرحبا، شكرا السيد الرئيس، والشكر موصول لكافة المؤثرين والشركاء في تنظيم هذا اللقاء العلمي، وكذلك الحال الحضور الكريم، الدكاترة الكرام المشاركون والمشاركات بمداخلتهم القيمة لتحقيق مقاصد هذا اللقاء، السادة الأفاضل والسيدات الفضلوات المتابعون والمتابعات لهذه الندوة العلمية، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية يسرني أن أعرب عن سعادتي وامتناني للأطور المنظمة لهذه الندوة على هذه الفرصة الطيبة التي منحوني إياها لأتقسم مع الحضور الكرام جملة من الأفكار ذات الصلة بهذا المحفل العلمي الذي يعنى بموضوع المعرفة التاريخية وعلاقتها بمستقبل المجتمعات البشرية. وسألخص مداخلتي في جملة قضايا يفضي بعضها إلى بعض، على أمل أن تشكل في النهاية نسقا علميا متكاملا لنواة مشروع علمي مستقبلي يدور فحواه حول مفهوم المعرفة التاريخية، ومدى أصالة هذا المصطلح في التراث الفكري العربي الإسلامي، وقد نناقش هذا المصطلح العربي الإسلامي، إضافة إلى التساؤل حول الجوهر الأساس لأهدافه العلمية، الضمير هنا يعود على المصطلح يعني المعرفة التاريخية، وعلاقة ذلك بالدراسات المستقبلية في ضوء رصد واستقراء الظواهر التاريخية أي واقعة العمران البشري بالتعبير الخلدوني. هذه تقريبا هي جملة القضايا، وأرجو من سيادتكم أن تتفضلوا علي بجزء من الوقت لأنني لم أنم ليلة البارحة إلا مدة قليلة وأنا أحاول ترتيب هذه المعطيات. الحقيقة لو كان هناك نوع من الزمن، أنا من الناس الذين يفضلون الارتجال على القراءة، لكنني عفوا لم أنم إلا مدة قليلة وما زلت أشتغل إلى حين بداية هذه الجلسة، ولذلك لم أتمكن من إيجازها في نقاط تمكن من الارتجال، وذلك
اسمحوا لي وأتمنى الوقت الوقت كان المحدد 3 راح نعطيك 5 دقائق. لا تكفي يا سيدي كلام كثير. القائمة الآن طويلة أمامي دكتور، القائمة طويلة للطلب الحديث. مرحبا. أما المفهوم فسأحاول أن أقرب مفهوم مصطلح المعرفة بالتاريخ، وأتمنى أن يكون هو ذاته مصطلح المعرفة التاريخية أو على الأقل يقاربه في المعنى، ذلك لأن المدة الزمنية كما قال السيد أوري غير كافية لدراسة هذا المصطلح أو غيره من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنني قمت سلفا باجتهاد شخصي لتعريف مصطلح التاريخ وأقدمه لكم على الشكل الآتي، ثم سأعرج على محاولة أيضا بسيطة في ضوء هذه المدة الزمنية المتاحة على مفهوم المعرفة التاريخية. أما تعريفي للتاريخ سابقا، إنه علم استرجاع ماضي الإنسان وما عرض له فيه من الأحوال بقصد التأمل والنظر لاستخلاص العبر وتقديم الآراء والأفكار بهدف تحقيق الرخاء والرفاه في زمن الاستقرار، ثم اقتراح الحلول خلال الأزمات والمحن حسب مقتضيات الظروف والأحوال، سيما بعد معرفة قوانين تكرار واقعة العمران البشري وتشابه أحداثه في الشدة والرخاء. وعليه فالعلم بالتاريخ هو العلم بما سلف ذكره من أجل الاختصار، بما سلف ذكره للأهداف السالفة الذكر. وبذلك أزعم وأضيف في هذا الوقت الوجيز أن المعرفة التاريخية تتجسد كما يستخلص من بعض ما ورد عند السخاوي رحمه الله في مطالعة إخبار الماضي وحوادث المتقدمين لاستيعابها فكريا وتقمصها وجدانيا بقصد استخلاص العبر لتفسير الحاضر ورسم معالم المستقبل بعد التأمل والفهم والاستيعاب في ضوء النظر في مرآة ما تقدم من حوادث وأخبار الزمن، بغية الإعراض عن سيئها والإقبال على ما هو إيجابي منها حبا في تحيينه، سيما بعد معرفة قوانين تكراره وعودة أمثاله من أجل سداد الأمور وصلاح أحوال الجمهور. وأحسب أنني قدمت محاولة متواضعة وأولية في هذه المدة القصيرة لمفهوم المعرفة التاريخية، لذلك فمن أجل فوائد التاريخ كون من طالع أخبار الماضي وحوادث المتقدمين، هنا الكلام للسخاوي رحمه الله، فكأنه عاصرهم، وسوف أتجاوز على هذا النص ربحا لي الوقت لأنه موجود ومؤرخ في المحاولة السابقة. وهنا يقودنا وهذا يقودنا إلى قضية أخرى، وهي ما مدى أصالة هذا المصطلح في التراث العربي الإسلامي، وهو سؤال طرحه بالأمس السيد الأمين العام الدكتور إبراهيم، ومخاطبته بطبيعة الحال بهذه الصفة تندرج ضمن أدب التواصل مع أهل العلم والفكري، وهي ظاهرة أصيلة ومتأصلة في تراثنا، فالقدماء والمعاصرون من العلماء وطلاب العلم كانوا وما يزالون يخاطبون من دون تملق ولا تزلف، ويضعون أهل العلم فيما يليق بهم من منازل، ويشرفني أن أسير على خطاهم في ذلك مراعاة للأدب وحبا في العلم وأهله فحسب ليس إلا. والآن أقول إن المصطلح نعني بالأمر أصيل في تراثنا، وقد تبين بعد هذا أو بعد مضمون هذا المفهوم الذي قدمناه للوقت تبين بعض هذا في المفهوم الذي قدمناه للمعرفة التاريخية في ضوء ما ورد عند السخاوي رحمه الله، وكما يوضح البحث عند غيره من القدماء والمحدثين. وأضيف إلى ذلك بإيجاز ربحا للوقت، وأتمنى أن يكون السيد الرئيس معي سخيا، وإذا غاب أحدهم فليجود عليا بما أتاه الله من فضله بوقت هذا المتغيب. أولا، هناك العديد من الآيات القرآنية التي تدعو إلى التأمل والنظر والاعتبار في الكتاب المنظور، وهذا المقصود الكون، وفي أخبار وقصص المتقدمين من الأنبياء والأمم والرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الأولى قال تعالى:
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية الكريمة سادة الحضور الكرام تتضمن الزمان بأبعاده الزمن بأبعاده الثلاث: الماضي ظاهر في الحديث عن بداية الخلق، الحاضر مرتبط بصاحب النظر والتأمل، أما المستقبل فمتجسد في الكلام عن النشأة الآخرة. وعليه حري بكل متأمل في المعرفة التاريخية أن يجمع في تعامله معها بين هذه الأبعاد الثلاث للزمن وبين مقاصدها الشرعية والعلمية. كل هذا الكلام قد يحتاج إلى نقاش. هناك آيات أخرى سأمر بطبيعة الحال عليها إن شئت أقرأها إذا سمحت لي بالوقت، كلها تدور بطبيعة الحال في نفسي المغزى. بسم الله الرحمن الرحيم: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثرا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وسوف أمر على باقي الآيات ربحا إلى الوقت. ثانيا عن هذا الآيات التي تدل على أصالة هذا المفهوم في التراث العربي، بل نحن الآن بصدد نصوص في القرآن الكريم وأشرنا إلى أنها تتضمن الزمن بأبعاده الثلاث، وهذا أكبر دليل على أن المؤرخ يجب أن يشتغل بهذه الرؤية وأن تحضر له، لأن سواء تعلق الأمر بقراءة النص القرآني أو النص الديني بشكل عام أو أي نص كما قال أحد المتدخلين، إذا لم يكن له فضل وانعكاس إيجابي على حاضر الناس فلا يعدو أن يكون رغوا وقال هو ثرثارة. ثانيا إضافة إلى ما ورد عند السخاوي لأننا ذكرنا السخاوي سابقا، ذكر ابن خلدون رحمه الله في مقدمته أن للعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبار وتحمل عليها الرواية والأثار. وفي ضوء هذا النص أيضا تتضح أصالة مصطلح المعرفة التاريخية في التراث العربي والعربي والإسلامي، يمكن نقشه في بعد بقصد استخلاص العبارة كما قلنا سابقا لتفسير الحاضر ورسم معالم المستقبل بعد التأمل والفهم والاستيعاب، هذا كلام قلنا سابقا. ولعل هذا ما قصده ابن خلدون بقوله، والآن انظروا ماذا قال ابن خلدون: في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بالكيفية. دكتور عبد المجيد دقيقتين إذا لك دقيقتين إضافية. دقيقتين واخا لا تكفي. إذن هذا واخا إذن الآن أشرت بما يكفي إلى مسألة الأصالة، الآن انتقل إلى قضية أخرى وهي لاصقة نشوف باش ما نخطيش بزاف. إذن الراجح أن كلام العديد لأن قفزت على عديد من كلام ابن خلدون ينطبق على مصطلح المعرفة التاريخية وليس على التاريخ. و خاستيدي خاخ وقعت لي ارتباك واخ. والآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى قضية أخرى هي ترتبط بقضية ربما قفزت عنها وتحمل في أحشائها قضية أخرى، بل قلت تحمل عبارة لاصقة بها. يرجح لدي أنه يحدث نوع من الزلل في تركيبها واستعمالها وسأعرضها عليكم للنظر والنقاش، وقد نجد في كلام ابن خلدون ما يدعم هذا الكلام. أما القضية الأساس فهو ما الهدف، هذه القضية اللي قفز عليها، ما الهدف من هذه المعرفة التاريخية؟ وأقول في ذلك بإيجاز، وقد جاء في كلام ابن خلدون السالف ذكر ما يفيد مضمون ذلك ويعززه، إن الهدف من دراسة التاريخ ومن المعرفة التاريخية هو فهم سبل التفاعل مع الحاضر، وذلك من خلال ربطه بالماضي ومن ثم رسم معالم المستقبل وتوقعها إذا اهتدى المرء إلى طريق ذلك واستطاع له سبيلا، وهو في رأينا أمر ممكن ونحسبه ضروري بالنسبة للمؤرخ. وحسب كما قاله الشاعر قبل هذا الأخير: إن اختفى ما في الزمان الآتي فقس على ما مضى من الأوقات. وهذا الكلام لأبي العتاهية رحمه الله. وهنا أنتقل إلى العبارة اللاصقة بهذه القضية الأساس والتي أعرضها أمام أنظاركم للتأمل في الشكل الصحيح لنطقها وتوظيفها في الكتابة والمعرفة التاريخيتين. فهل الصحيح أن نقول ربط الحاضر بالماضي من أجل المستقبل؟ فهل صحيح أن نقول ربط الحاضر بالماضي من أجل المستقبل؟ أما ربط الماضي بالحاضر من أجل المستقبل وهو الشائع ربما لخفته في اللسان،
واحسبوا ان الصيغه الاولى اي ربط الحاضر بالماضي من اجل المستقبل هي الاصوب ولكم واسع النظر. اما انا فاسند زعمي الاولي بما يلي بالرجوع الى قول الشاعر بمعنى ان اختفى ما في الزمان الاتي فقيس على ما مضى من الاوقات يتبين بجلاء ان هذا دكتور عبد المجيد اختصر رجاء نختصر. اذا بقيت هناك جمله قضايا هذه قضيه من القضايا معروضه للنقاش في الحقيقه تحتاج الى تصحيح القضية. إذن الثالثة قلنا الهدف واضح هو المستقبل. الآن انتقل إلى القضية الأخيرة، كيف يمكن الربط بين المعرفة التاريخية وبين الدراسات المستقبلية وأيضا التنبؤ للمستقبل؟ أقول هنا وبالله التوفيق، هذه القضية خسيدي، هذه القضية أو معالجة هذه القضية تحتاج إلى محورين أساسيين، وسمح لي هنا سأختزل هذه آخر نقطة. أما المحور الأول منهما فمحور نظري يؤطر ويبين في ضوء المصادر التاريخية وغيرها وغيرها، لأن نصف داخل في الجانب الشعري والأدبي وغيرها، ماذا أصلت هذا المشروع العلمي التاريخي في التراث العربي الإسلامي كما يؤسس من جديد وينبه لضرورة إعادة. صوت سي عبد المجيد. دكتور عبد المجيد جزيلا، هو قدم تصورات وافكار ورؤى يعني جديره بالاهتمام، وبالتاكيد هذا كله يحفزنا على ان نخوض في جلسات المقبله او في النشاطات المقبله في موضوعات المفاهيم، وهذا ايضا خطه اتفقنا عليها ان شاء الله في المستقبل نضع تصوراتنا لكل هذه المفاهيم سواء علم التاريخ، المعرفة، أي مفردة، أي مصطلح، نضع أو نسهم في صياغات ووضع صياغات جديدة ندلو بدلونا في هذا الجانب بطريقة تفكير هادئة، وإن شاء الله نحقق فيها النتائج المرجوة في هذا الجانب. دكتور أحمد الحس تسمعني؟ الآن الدور لحضرتك، تدلو بدلوك فيما تريد أن تقوله بشأن موضوع الندوة والمعرفة التاريخية. عفوا، حسب اتفاقي مع حضرتك أن يكون هذا في الجلسة الختامية وأنا لم أهيئ نفسي الآن. ها المهم تكون آخر المتحدثين، هي هاي الجلسة الختامية الآن نحن فيها. نعم نعم، نعم. إيه تكون إن شاء الله في آخر المتحدثين. الدكتور وفاء نعيم طلبة الحديث. إيه دكتور إبراهيم. نعم. شكرا دكتور إبراهيم، وأشكر جميع المتدخلين الأدل وبدلوين في الموضوعات والقضايا المطروحة اللي حضرتك أثرتها للنقاش. ستكون مداخلتي من وجهة نظر سوسيولوجية فيما يتعلق بموضوع الندوة أو بالموضوعات اللي حضرتك طرحتها، وسأقدم رؤية سيكون فيها الإجابة عن بعض التساؤلات اللي حضرتك طرحتها للنقاش. فالمعرفة التاريخية، إن المعرفة التاريخية بتتأثر بالظروف الاجتماعية والإنسانية في مجتمع وعي، وما تحتوي هذه الظروف من علاقات اجتماعية جوهرية، ومع أن للفكر قدراً من الاستقلال النسبي الذي يتبدأ أحياناً في تقدمه على الواقع الاجتماعي أو تخلفه عنه لاهساً وراءه، ولكن في كلتا الحالتين فالمعرفة التاريخية والفكر التاريخي محكوم بعوامل موضوعية تجعل الفكر أكثر توضيحاً للواقع من أجل تجاوزه، أو أكثر تزييفاً له من أجل الحفاظ عليه. وهذه مسائل من الممكن أن تسهم في فهم مسارات تطور علم التاريخ والمعرفة التاريخية في وطننا العربي. وإذا تحدثنا عن الوضع الراهن لعلم التاريخ والعلوم الاجتماعية في الوطن العربي، سنجد إذا نظرنا إلى حال العلوم الاجتماعية أو علم التاريخ والبحث العلمي به، سنجد أن يمكن أن نقرر أنه بالرغم من استجلاء
الاستعمار فيزيقيا عن الوطن العربي، إلا أنه ما زالت هناك صور التغلغل الاستعماري متشابكة ومتداخلة تتكاثر لتشمل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية أيضا. وتدعم هذه الصور باستمرار صور التبعية للعالم الخارجي التي يخيل المرأة أنها تتكشف على يد كل مخترع جديد. فلا زال التعليم في المجتمعات في المجتمعات الأنجلو أمريكية غاية للكثيرين، مع أن مادة البحث ورحيق موضوعاته هي قضايا من قضايا الوطن العربي كافة. نجد أيضاً أن في مجتمعاتنا العربية أنه لا زالت خطوات الديمقراطية الأولى مرتعشة ومهزوزة ومحاصرة ومضروبة، على الرغم من قيام ثورات الربيع العربي الآن، إلا أنه ما زالت صور التفاوت الاجتماعي في الفرص والمعاش ظاهرة واضحة، وحتى تلك النظم التي تعهدت بتحقيق المزيد من العدل الاجتماعي والسياسي. ويعكس هذا السياق الاجتماعي حال المشتغلون في علم التاريخ والعلوم الاجتماعية أيضاً، والذين من وجهة نظري أصبحوا الآن ليسوا إلا موظفين رسميين مهما اختلفت مواقعهم، سواء في جامعات أو مراكز بحثية. فقد انحصرت أمامنا جميعاً فرص التعبير، مما اضطر أعداد غير قليلة من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية إلى الهجرة، والتي نتج عنها العديد من الآثار السلبية والتي أثرت على نهضة وتطور العلوم الاجتماعية. ولا ينفي ذلك وجود أيضاً بعض الباحثين اللاهثين الذين قدموا المصلحة الخاصة قرباناً أمام معبد المصلحة العامة. إضافة إلى ذلك، نطرح وطرحت سؤال فيما مضى أمس في الجلسات السابقة: مسؤولية من المسؤول عن المعرفة التاريخية؟ وفي مرة من المرات في حديث مع أحد بعض القيادات المسؤولة بالدولة، طرح علي سؤال: إزاي إن إحنا نقدر نسيطر على كم من المعارف أو كم من المعرفة أو المعلومات اللي بيقدم حالياً الآن للشباب أو الجيل الراهن في ظل عصر السماوات المفتوحة، وفي ظل وجود العديد من المواقع الإلكترونية الموجودة التي أحياناً تنشر العديد من المعرفة التاريخية والتي تستهدف بالأساس هي تزييف الواقع وتزييف التاريخ؟ فهذا السؤال يعد من أهم التحديات أمام تشكيل المعرفة التاريخية بالنسبة للأجيال الحالية وللأجيال الراهنة. فماذا نفعل أمام تلك المواقع الإلكترونية الموجودة في ظل انتشار مواقع السوشيال ميديا بالنسبة للعديد من الأجيال الحالية؟ وشكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع. شكرا دكتورة وفاء. موضوع الاستعمار حقيقة هو داخل الآن حتى في القرار السياسي العربي، يعني في هذه القضية يعني تحدث بها بشكل مطلق واضح، أنه هذه لا تزال ليس تغلغل إنما بشكل واضح أصبحت الآن يعني داخلة في تفاصيل حياتنا. لكن علينا كمؤرخين أن نبحث كيف نتخلص من هذه الهيمنة، وكيف نحقق الاستقلالية، وكيف نمتلك القرار. المتحدث الدكتور عمار فاضل جاهز؟ دكتور عمار؟ نعم دكتور. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بكم دكتور، وتحياتي لكم، وشكرا على هذا الجهد المعرفي والثقافي الرائع الذي بذله الاتحاد الدولي للمؤرخين في إقامة هذا الملتقى الثقافي. حقيقة أنا لن أطيل كثيرا، إنما سأقدم بدقيقة واحدة فقط خلاصة قراءاتي، والتي من خلالها توصلت إلى مفهوم معين للمعرفة التاريخية. أستطيع القول أن المعرفة التاريخية هي ليست قراءة التاريخ من منظور خطي متصاعد يؤمن بتقدم الإنسانية كما فعل فلاسفة التنوير، بل هي فكرة تتضمن أفكار ذات نزعة موسوعية تتجاوز التاريخ وتتجه نحو فلسفة التاريخ. تهتم هذه الفكرة بالفنون والآداب والعلوم والفلسفات في قراءة تسعى للتماسك النسقي
والبلورة النظرية. وبذلك فمن المؤكد أنه يتفق مع الجميع أن التاريخ لا يتخذ مسارا خطيا تصاعديا من الأقدم إلى الأحدث أو من البدائية إلى التقدم كما سبق وأن طرحت في مداخلتي يوم أمس، إنما هو سلسلة متتابعة من الأحداث المتكاملة التي تتطلب الإلمام والوعي بشكل متكامل. هنا نستطيع أن نحقق مفهوم المعرفة التاريخية. هذا هو باختصار شديد، ولا أريد أن أضيف أكثر من ذلك، وشكرا جزيلا لكل الجهود المبذولة التي بذلت في سبيل إنجاح هذا الملتقى الثقافي. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عمار على هذه المحاولة العلمية وهذه القراءة. دكتور جعفر موجود؟ دكتور جعفر السلام عليكم. ألو. نعم تفضل دكتور جعفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأكون موجزا جدا في رؤوس أقلام حضرتها من خلال تتبعنا للأشغال ونقاط الارتكاز والاهتمام. إذا نستطيع أن نؤسس لتوصيات لماذا نكتب التاريخ، ماذا نكتب، لمن نكتب، وكيف نكتب. وعلى هذا الأساس سنبدأ بدءا من التعريف لكي يكون جامعا مانعا. نرى بأن المعرفة التاريخية هي العلم بسنن التاريخ وبقوانين العمران البشري وسنن التغير من أجل استشراف المستقبل. وعلى هذا إذن لابد أن نشتغل في صياغة تعريف جديد يكون مرجعيا لعلم التاريخ وكذلك مفهوم المعرفة التاريخية. أن ننتقل أولا في تغيير رؤيتنا للحركة التاريخية، بمعنى كما تفضل الأستاذ الذي كان منذ قليل قبلي، أن ننتقل من الرؤية الخطية للفعل التاريخي إلى الرؤية الكلية المتشابكة، مثل ما نرى الآن مثلا في الشبكة العنكبوتية يعني بهذا المفهوم. وهنا أوجز هناك النظرية وسمى بنظرية جناح الفراشة، وهذه أتركها للمناقشة. وعليها النقاط التي سألخصها هي أولا الانتقال من قراءة المعرفة إلى إنتاجها، وهذا قلنا البارحة، يكون من خلال دعوة إلى العمل بشكل مؤسساتي جماعي، وهذا يقتضي توحيد التصورات ووضع المشاريع والمخططات المستقبلية، مثل مثلا الاتحاد الدولي للمؤرخين، مركز الحاسوب، مركز المراكز البحثية المتخصصة في الدراسة التاريخية ذات الطابع الإقليمي. ثلاثة، وضع أنطولوجيا شاملة وأركز على هذه القضية لمنتجات العلوم الإنسانية الاستثمارية في القرارات المستقبلية. أربعة، تحرير قائمة العلوم البينية كما قلنا سابقا، مثل الإنسانيات، علم الجغرافيا، علم الأرصاد والمناخ، وعلم الأوبئة أو الأمراض، علم السلوك، البرمجيات، وعلم الإحصاء، وعلم الاستقبالية. وهنا نضع بين قوسين، لابد أن نأخذ بحذر ما يسمى بالكتابة الروائية أو تستثنى، لأنه فيه توجه تاريخي للأسف، وهذا كما تفضل الأستاذ لوي الحسن من قبل، هناك من يتدخل في الكتابة التاريخية ويصبح يتحدث في قضايا التاريخ وينظر لها وهو بعيد تماما عن يعني العلم التاريخ بالشكل الأكاديمي المتعارف عليه. خمسة، حوسبة في الأحداث التاريخية ونمذجتها ووضع قاعدة بيانات من أجل دراسات استشرافية من خلال مفهوم النمط. سادسا، اعتماد المنهج الكمي في تحليل البيانات وقراءة المعطيات من أجل تقديم تصور دقيق وتنبؤ علمي صحيح للمستقبل. سابعا، تعزيز البرامج التربوية والتعليمية في مادة التاريخ في المناهج التربوية قبل الجامعة وفي الجامعات، وكذلك الدعوة للتطوير وتجديد مناهج التدريس وطرائق البحث ما يتماشى والتطور التكنولوجي. ثامنا وأخيرا، دعوة وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي أن تجعل السياسات الحكومية أهمية حقيقية لمادة التاريخ لترسيخ شعور الانتماء وتقوية روابط الوحدة التي هي أساس تماسك أي مجتمع يريد التقدم في إطار التنوع والتعايش والسلم الأهلي والمدني. وشكرا لكم. شكرا دكتور جعفر. يعني موضوعة دراسة الكل أو الجزء يمكن هو لحد الآن مدرسة الحوليات اللي تتبنى موضوعة الدراسة
يعني لدراسة الكل وليس كما كانت المدارس السابقة دراسة الجزء، هي المتسيدة الآن في الساحة الدولية، الساحة الفكرية أقصد الدولية. لكن هل يمكن أن نجعل من الحدث الواحد أو الحدث التاريخي لوحدة مدرسة ممكن أن نستخرج منها قيمها ومؤشراتها وتجاربها ودروسها؟ هذا أولا. الجانب الآخر، لدي أيضا شبه تساؤل أو طلب أو رجاء، شلون تفسروه أنه اللي يتحدثون بالفكر التاريخي يجب أن يكونون يمتلكون مواصفات محددة، يعني المؤرخ الذي يتحدث بال، يعني مو كل واحد مثلا يدلو بدلوة، وله العلم مفتوح للكل، لكن أقصد حتى نسمع رأي علمي محدد، لأنه المخزون اللي عندك التجربة هي واحدة من المؤهلات، درجة العلمية، الفترة الزمنية، المخزون اللي عندك من الفكر اللي يعطيك مثلا مؤهل الحديث في الجانب الفكري على الأقل اللي تطلع منه دراسات مميزة. لكن هو على العموم احنا في ظل تجربة وحوار وتبادل أفكار واستفادة وتأثير متبادل إن شاء الله إيجابي في موضوعات تناول العلوم والمعرفة. دكتور حاجي دوران، عندك رأي تقوله دكتور حاجي دوران؟ السلام عليكم للجميع. عليكم السلام. أنا ليس رأي عام، لكن في هناك أنا عندي سؤال واحد فقط. هناك في آية في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. والآن أنا أسمع حضراتكم كأن كل المؤرخين من العرب يعتقدون أنهم جزء من الماضي ولا يفهمون تلك الماضية، ويريدون أن يفتحوا طريقة كشف هذه الماضي القبل، ولكن هذا غير ممكن في الحقيقة. هذا كان في القرن التاسع أو عشر، عدة مؤرخين الفرنسيين والإنجليزيين. دكتورة نضال رجاء نغلق المايك. دكتورة نضال، يعني هذا الادعاء وهذا الفكر كان في القرن التاسع أو عشر، أدعوها بعض المؤرخين الغربيين. نحن نسميها العصر التاريخي في القرن التاسع وعشر، لأن كل المؤرخ الأوروبيون في ذلك الوقت يعتقدون أن في علوم طبيعي وفي علوم تكنيكي هم وصلوا إلى أعلى درجة، ولكن بقي أمامهم التاريخ. والآن هم يدعون نحن كشفنا الماضي ونقرأ المستقبل. وهذا هو في ملخصة حضارة الغربي، ليس ملخص حضارة الإسلامي. لكن الآن أنا سمعت كل الأصدقاء كأنهم يريدون أن ينشئ تاريخاً مثل ما أنشأه الغربيون في القرن التاسع وعشر، ولكن هذا غير معقول وغير ممكن. هناك مثلاً ابن خلدون في بداية مقدمته يكتب أن المذاهب، أن الأصابة، أن التطرف يمنع لفهم التاريخ. وهناك أبو حميد الغزالي يكتب كذلك، وهناك طبري في تاريخه أيضا يكتب هذه المعلومات. يعني في التاريخ الإسلامي كان من قبل، يعني أسماؤها الغزوات، السير، الطبقات، أليس كذلك؟ يعني التاريخ هو قيد زمن فقط كان،
ولكن يعني في ناحية حضارة الإسلامية التاريخ بشكل آخر في أيام الكلاسيك الحضارة الإسلامية، ولكن الآن نحن المسلمون متأثرون من المستعمر، ونحن رغم ذلك نرد الاستعمار، سنبدأ بطريق آخر، نريد أن ننشئ التاريخ كأن الماضي سيفتح لنا الاستقبال. هذا غير معقول وغير ممكن. لماذا؟ لأن يعني لو الآن مثلا أنا سمعت الأصدقاء كلها، يعني هناك عدة أحزاب موجودة في عالم العرب، لكل حزب له تاريخ موجود الآن، لكل مذهب له تاريخ موجود، لكل دولة له تاريخ موجود. يعني هل هذا ممكن أن يكون صحيح؟ غير معقول. ولكن هناك هؤلاء تواريخ موجود. فإذا يعني التاريخ يعني جمع السندات من الماضي هو عمل آخر. مثلا اليوم يقع السلم بين إسرائيل والأمارات، لكن عن هذا الموضوع يكتبون المحررون المؤرخون عدة رواية، كله مشقق، ليس شيئا آخر، شيئا واحد. هذا الحديث نحن نعيشها اليوم، يتغير الأفكار عنها. فإذا الاختيار من الوثائق القديم في تاريخ هذا أيضا يتعلق بأيامنا اليوم، ليس يتعلق بتاريخ. لذلك آخر كلامي يعني تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما نكسب. أنا هذا شكراً. آخر كلام. شكراً دكتور، يعني صار لنا يومين تعبانين وتي تنسف كل هذا كلامنا وجهودنا، كنا خلال اليومين نبحث عن أنه كيف نوظف التاريخ أو كيف نجعل من التاريخ، لأنه هذا مفهوم الآن ليس جديد، موضوعة المعرفة التاريخية نبحث فيه بما يخدم حاضرنا ومستقبلنا، وهذا أمر يعني ليس فيه يعني ليس فيه يعني سلبية، إنما هو أمر واقع لكل المجتمعات. يعني مثلا على سبيل المثال عندما خسرت فرنسا الحرب مع ألمانيا درست الحال، درست واقعها، عرفت بعض الأشكال من الأسباب اللي تعالجها تعالج وضعها في المستقبل. كل دولة، كل مجتمع، كل شعب في تاريخه خبرة، يعني خبرة ودروس، كما ذكرت أيضا الآية يعني هاي العبر كلها والدروس اللي حتى الله سبحانه وتعالى يرشدنا إليها، هي من أجل أن نستشرف آفاق المستقبل، يعني نوظف هذه المعرفة. فالمعرفة أمر طبيعي، الآن عندي مخزون، عندي تاريخ، لكن المشكلة أنه هذا المخزون أريد أوظفه بشكل إيجابي. لكن يبقى التساؤل، هل أنه المخزون الفكري أو الفكر أو الرأي أو الكتاب أو التاريخ هو لوحده قادر على صناعة الحياة وصناعة التاريخ؟ أعتقد أحياناً أنت تبني وترسم ومخيلتك واسعة، وصانع القرار السياسي يمكن بقرار واحد يهدم كل ما بنيته من أسس. فالجانب يعني العملي من الحياة، يعني من الشرع قانون إيجابي، من تبني دستور، من تبني مرفقات وتقدم خدمة للمواطن، من تربي مواطن على روح ونفس جديدة، هذه اللي تحقق البناء طبعا، اللي يساعدها طبعا الفكر والمنهج العلمي التاريخ. شكرا دكتور حاجي دوران على هذه المداخلة. دكتور كركب عبد الحق حضر لو ما حضرت، كان طالب الحديث. وإذا ماكو دكتور سامي الزيدي. دكتور سامي الزيدي. نعم دكتور.
تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم، يعني جهودك مباركة وجهود دكتور مصعب وأيضا شركائكم الآخرين، والحقيقة الموضوع مهم جدا ويستحق الدراسة ويستحق أن نمضي بعقد ندوات ومؤتمرات مكثفة لغرض إيجاد حلول حقيقية لمشكلة تاريخنا. حقيقة المشكلة التي يواجهها الباحث العربي هي فرض قيود على التفكير. الباحث العربي لا يمكن أن يكون بعيدا عن الأيديولوجية التي يؤمن بها، لذلك إلى الآن لم نرتقي بإيجاد معرفة تاريخية ممكن أن تعمم التجربة التاريخية على الحاضر والمستقبل، إذ ما زال الباحثين والباحث العربي غير قادر على مغادرة الإطار الفكري الموضوع فيه. فالنقد والتفسير والحفر في الروايات والوثائق ممكن أن يحقق لنا معرفة تاريخية في قراءة تاريخنا قراءة جادة دون التحيز والتموضع في جبهة تاريخية دون غيرها. إن تاريخنا الإسلامي فيه الكثير من المشكلات، إذ لعبت فيه المذاهب والفرق والملل دورا في تحريفه، ولذا صار من الضروري أن يعاد إنتاجه بما يسمح لنا من استخراج معرفة حقيقية لذلك التاريخ. إلا أن الباحثين الحديثين أما أن يكتبوا واضعين نصب أعينهم ما يؤمنون به، حتى أنهم يضعون النتائج في بعض الأحيان ثم يبدأون بالبحث في توكيدها حتى وإن كانت على حساب التاريخ. التاريخ سجل الماضي وحركة الإنسان في الزمان والمكان، فلا يوجد إنسان معصوم من الوقوع في الخطأ. وعندما نقدس التاريخ ونضعه في إطار من ذهب لا يسمح للولوج فيه إلا ضمن حدود مرسومة لنا، فإذا ما خرجت عن المألوف والسائد فإنك أمام هجمة شرسة تواجهها ليس فقط من المتأدلجين فقط، إنما قد تواجهها حتى من أساتذة الجامعات أنفسهم. العقيدة هي جزء من التاريخ وليست التاريخ كله، فالتاريخ سلوك الناس وحركتهم ضمن فترة زمنية. فإذا لو أصبح التاريخ عقيدة فمن الممكن إذ لو تعرض إلى نقد وتفسير وتحليل أن تسقط تلك العقيدة. لذلك نرى أن الكثير من المؤسسات ولا سيما المؤسسات الدينية ومن يتبعها من الباحثين والأكاديميين يحاولون دائما الحفاظ على يعني المحافظة على السائد والتقليد في قراءة التاريخ وعدم استخراج معرفة جديدة موضوعية. المشكلة أننا نحقق معرفة تاريخية تحقق لنا نهضة علمية، كون النتاج التاريخي انحصر في إظهار الصورة الصراعية والمتحاربة بين الفرق والمذاهب، وما زال تاريخنا يعاد إنتاجه بنفس الصور وهو تاريخ احتراب وصراع، وما زال المسلمون العرب وبما فيهم الأكاديميين والباحثين يعودون بإنتاج ذلك وأكثر، حتى أن الحقيقة الكل يزعم حتى أنهم الكل يزعمون بأنهم مع الحقيقة وأنهم يحاولون إيجاد الحقيقة وأنهم يكتبون للحقيقة، مع أنهم يكتبون متحزبين لجبهة يؤمنون فيها. وما زال الكثير من المسكوت عنه في تاريخنا الذي لا يسمح بطرحه وإنتاجه وقراءة قراءة نقدية، كوننا نقدس الكثير من الشخوص ونمنحهم الحصانة عن النقد ولا نقبل أن يكون أشخاص ضمن حركة التاريخ، وهذا يعرقل إنتاج المعرفة. لذا إننا الآن نؤمن بالنص، يعني مثلا أضرب مثال حتى أكون واضح، إلى الآن عندما نكتب في التاريخ ندافع عن النص وندافع عنه ونؤمن به، وفي المقابل أننا نطالب بالديمقراطية، يعني نؤمن بالتعيين بالنص وندافع عنه ونعتبره حالة طبيعية ويجب أن تكون، لكننا عندما نطالب بالحاضر نطالب بالديمقراطية. بل حتى في مسألة الشورى، مبدأ الشورى الذي يعتمد عليه أهل الحل والعقد وإن كانوا ثلاثة ممكن أن يحددوا مصير الأمة، ولا زالت الكتابات إلى اليوم تدافع عن الشورى وتعتقد أنه أهل الحل والعقد كان بإمكانهم أن يحددوا نوع ونظام الدولة آنذاك. ونطالب اليوم بالديمقراطية مع أننا نقدس تلك الفكرة وتلك النظرية. فإذا أقترح يعني حفاظا على الوقت، لذا أقترح أن المعرفة التاريخية لا تحقق إلا إذا تأسست مدرسة علمية تاريخية تأخذ على عاتقها إعادة إنتاج تاريخ يكتب بموضوعية دون تحيز ودون قيود، ولتكن المدرسة الموضوعية لكتابة التاريخ العربي.
كذلك اقترح الى تاسيس مشروع علمي نقدي بعيدا عن التموضع الجبهوي واستخدام ادوات النقد العلمي، على ان يكون منهج الحفر في الوثائق والروايات اساسا لاعاده انتاج التاريخ. الغربيون قبلوا تاريخهم كما هو وتناولوه بالنقد دون حصانه وقداسه، لذا انتجوا منه معرفه تاريخيه استفادوا منها في ايجاد الحلول للكثير من مشكلاتهم في الحاضر، وايضا سوف يرحلون بعض الحلول الى المستقبل. ولعل واحد من اهم عوامل عرقله نهضتنا هي تاريخنا المعقد الذي لا يسمح بالنقد والتحليل، ومن يحاول ان يحافظ على ذلك التاريخ ضمن اطره المذهبيه والجمهوريه. شكرا لك دكتور ابراهيم. شكرا دكتور. شكرا. يعني هو فعلا اذا ناسس مدرسه فكريه تاريخيه هو الاطار العام اللي يرسم لنا الاتجاهنا نحو الكتابات الجديده نحو معرفه تاريخيه جديده. دكتور احمد الحسن انت الان جاهز؟ نعم أعتقد. نعم جاهز، بس عندي تعقيب على الدكتور حاجي دوران ممكن؟ نعم عقب وادخل بالمداخله مالتك. طيب. طيب. بس لا نسمح بالرد، يعني دكتور حاجي دوران ما نسمح بالرد. لا انا ما تفضل. اولا اشكر الدكتور الأستاذ حاجي دوران على تعقيبه القيم. يعني ترى لو أننا كنا في جلسة نتحدث فيها عن أسباب النهضة وتوجهاتها، النهضة في المجتمع العربي والإسلامي في المجتمع المقابل للمجتمع الغربي بشتى أشكاله، أترانا كنا سنركز على التاريخ هذا التركيز؟ كان التاريخ سيأخذ مكانه بالقدر الذي تأخذه جوانب أخرى. ولذلك ما تصوره الأستاذ دوران هو عن ندوة مخصصة لهذا الموضوع واهتمامها هو هذا. لذلك لا يمكن أساساً من وجهة نظري، وأنا واثق أن هذا يقبله كثيرون، لا يمكن أن تكون توجهاتنا التاريخية هي عيش في الماضي ومحاولة لخلقه إطلاقاً. هذا ربما عند يعني فئات معينة عند توجهات معينة، لكن يعني الفكر النير الأكاديمي لا يمكن أن يقبل هذا. لابد أن يوظف التاريخ من أجل المستقبل ومن أجل أن يتناغم مع النهضة في جوانب أخرى. لكن لا تنسى يا سيدي الفاضل أن المشكلة في مجتمعاتنا، وأعتقد المجتمع التركي أيضا يعيش نفس الشيء، وهو أن التاريخ يحكمنا، التاريخ يشكل يوجهنا. التاريخ الآن كيانات سياسية تقوم على أساس مفهومها التاريخي وتدافع من أجله وتستند إليه وتوجه الأمور حسب ما تشاء بحسب مفهومها هو الذي تتبناه والذي هو يتناقض مع مفهوم آخر، وهكذا ومفاهيم أخرى عديدة. لذلك إعطاء الأهمية للتاريخ ضرورية جدا لكي نتخلص من الشوائب، ولكي نمسك بما هو جميل ورائع وإيجابي، لكي نأخذه سواء بسواء متجهين نحو بنا حاضرنا، قبل أن أقول مستقبلنا، حاضرنا المكسر المتعب الهالك، نحن نحتاج إلى أن نتوجه إلى ذلك. فشكرا لك، حقيقة أرانا متفقين ولسنا مختلفين فيما عرضته وفيما عرضه الأستاذ الدكتور إبراهيم البيضاني، فأظن أن جميعنا على حق. شكرا. الآن أدلو بدلوك في هذه الندوة المباركة. أنا بارك الله فيكم. أنا حقيقة يعني وأنا أستمع في الجلسات الثلاث وفي الآن جلسة الحوار هذه أتساءل هذا السؤال: كيف نفيد من مخزون الذاكرة التاريخية بما يوصلنا إلى معرفة تاريخية موضوعية حقة؟ لكي أوضح ما أعنيه بعنوان مداخلتي هذه سأستعير من ورقة الدكتور جعفر يايوش في الجلسة الأولى قوله: حل المشكل يعني التفكير في حالة وضعية ما يستدعي البحث في طريقة الحل. وطريق الحل كما يقول، وأحسب أنه قول متفق عليه، يعني التفكير بمنهجية جديدة
تكون مؤهلة لكي توصلنا إلى الحل الذي يتفق مع الموضوعية. ما أقوله قبل أن أتحدث عن المنهج كما أراه هو أن طريقنا إلى المعرفة التاريخية مرتبط بأسلوب تعاملنا مع مخزون هذه الذاكرة، شفوية أو مدونة على رق أو حجر أو ورق أو مخزنة عبر السطور الافتراضية، كما أنه مرتبط بتحديد ما يجب أن يكون موضوع اهتمام المؤرخ من مكونات هذه الذاكرة، وأنا من دعاة اعتمادها في كل جوانبها، غثها وسمينها، سلبها وإيجابها، كل ما تضمنه ماضي البشر من وجهة نظري، كل ما تضمنه هذا الماضي على وجه المعمورة، حدثاً، أدباً، أسطورة، خرافة، علماً، تكويناً اجتماعياً، حالة عبودية، ظرفاً مناخياً، أوبئة، مجتمعات مهمشة، أناس متعبين، حالة تشكل معاناة بشتى أشكالها، كل ذلك أمر يجب أن يعنى به المؤرخ، وأحسب أن بعض الأوراق التي قدمت اليوم تتفق مع هذا المفهوم. هذا الذي أقوله يطرح تساؤلاً جديداً آخر، بمعنى ما هي حدود هذه الذاكرة جغرافياً؟ وأظن أن في جوابي على هذا السؤال يكمن ما قد يؤسس لتوجه بناء أو توجه نحو بناء مدرسة تاريخية تواجه تقابل المدارس الأخرى، ولا أريد أن أسميها بعربية أو عراقية أو شيء آخر، فلذلك يعني مكان آخر من الحديث. ما هي حدود هذه الذاكرة جغرافيا؟ من وجهة نظري تجربة الإنسان في هذا الكوكب وعليه في أصولها ومبتدئها واحدة على ما فيها من تباين كبير، لأنها أساساً تنطلق من منطلق واحد في بداياتها، كما أنها تتأثر حتى بعد اختلافها وتنازعها تتأثر ببعضها سلباً أو إيجاباً، ليس من شك. ضمن هذا أن أقول أن تجربتنا نحن، تجربتنا الإنسانية، أعني تجربة الإنسان بغض النظر عن شكله ودينه وجنسه وقوميته، أن تجربة الإنسان في البلدان التي تقف في الشاطئ الآخر من العالم الغربي تعكس ثراءً كبيراً وواسعاً. وهذا يعني أننا ضمن توجهنا العام لاستنطاق الذاكرة التاريخية بساعتها الكبرى يجب أن نعطي لهذا الثراء الكبير الذي يمثل هذه الرقعة الواسعة حقها، يعطيها حقها من البحث والتقييم في إطار التجربة الإنسانية الكبرى. ولا شك أن توجهنا سيكون أكثر عدلاً من بعض من كتب في المدرسة الغربية والمدارس الأخرى التي أعقبتها، أكثر عدلاً من بعض من كتب فتحيز وعرف فتجاهل. يعني كثير من الحقائق تقدم التي تتوصل إليها البحوث لا توجه توجيهها الصحيح، ولا تعطي من كان يقف وراءها حقه. السؤال الذي يطرح نفسه أيضا، ما هي وسيلتنا لتنفيذ ذلك؟ من وجهة نظري أكبر خطر يواجه دعوة للتعامل مع الذاكرة الإنسانية بالأسلوب الذي أوضحته، يعني إنسانيا بشكل عام وأيضا في الدائرة التي تقابل الدائرة الغربية وما يلتحق بها، أكبر خطر يواجه هذه الدعوة هو أن يتعامل معه بعيدا عن منهجية صارمة، وهي في نظري وفي ضوء التطور الكبير الذي شهدته منهجيات البحث منذ الريادة الخلدونية العظيمة ثم ريادة المدرستين الوضعانية
ومدرسة الحوليات وما ومن بعدهما مما شهدته أقطار عديدة في عالمنا هذا غربا وشرقا، ليس ثمة إلا التزام تام بالمنهج الكمي الإحصائي. كلما أمكن وهذا يعني كلمة دقيقة هنا، كلما أمكن تحويل مضمون الذاكرة التاريخية للإحصاء والتكميم. فأنا لا أدعو إلى أن يستخدم المنهج الكمي في كل شيء، لأنه لا يمكن أن يستخدم في أي نص غير قابل للإحصاء. وهنا هذا المنهج الذي أدعو إليه على أن يتم ذلك، أي اعتماد هذا المنهج في إطار تطبيق كامل لازم لمنهج البحث التاريخي، وإخضاع مضامين الذاكرة للنقدين الظاهر والباطني. هذا ما أتشرف بتبنيه في المركز الذي أسسته في إنجلترا، بل وقبله منذ سنة 1974، وبوجود مجموعة نيرة من شباب المؤرخين والمؤرخات والباحثين الذين يتجهون هذا الاتجاه. لا أريد بقولي هذا أن أعطي لمؤسستنا دورا أكبر مما تقوم به، ولا أقدم لها دعاية، فنحن مركز متواضع مجاني يعمل من دون رأس مال، ولكنه بحاجة ماسة، بحاجة كبيرة إلى مؤسسات. وها أننا من خلال الاتحاد ومن خلال هذه الشراكة بيننا وبين هذه المؤسسة الرصينة والمؤسسات الأخرى التي معها نوصل رسالتنا، فيستمع إلينا ونناقش وهكذا. لا أريد بقولي هذا كما قلت إلا أن أقول إن الأمر أكبر من ذلك، أكبر منا ومن مركزنا ومن مراكز عديدة، لأنه يحتاج إلى تغيير جذري في الفلسفة التي تعتمدها أقسام التاريخ والمؤسسات البحثية. من ذا الذي يستطيع أن يدع بما اعتادت عليه الساحة البحثية في كثير من الحالات أن يدعو؟ من ذا الذي يستطيع أن يقنع الساحة البحثية أن تغير كثيرا من الحالات التي اعتادت عليها منذ زمن بعيد من تطبيق لإشكاليات المنهج وتبسيط مستلزماته مما يتعلق بالتفقه بالعلوم والآداب والفنون والعلوم المساعدة؟ من ذا الذي يدعو الباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا والدكتوراه أن يتجهوا نحو دراسة إحصائية معمقة ويدعوا عملية التساهل والتبسيط ومجرد الاعتماد على شكليات المنهج؟ المنهج البحثي التاريخي الآن في كثير من دراساتنا، ولا أعمم، يعني مفرغ من محتواه. ننتقي عندما يجب أن لا ننتقي، ونأخذ مجموعة من المصادر فنعتمد عليها ونقول أن المصادر الأخرى غير متوفرة، ونبني أحكامنا على غير ذي علم. أشير في الجلسة أيضا، حاول أن أنتقل إلى إشكاليات تواجهنا في تطبيق هذا المنهج، نحن وفي تطبيق توجهاتنا هذه تواجهنا إشكاليات ذكر في الجلسة الأولى من مؤتمرنا يوم أمس. أهمية وضرورة تحديد المصطلحات من جهة، والتفكير بإيجاد مصطلحات للأعمال التاريخية والتي تستوعب التاريخ. اسمحوا لي أن أتساءل معكم، وأرجو أن أستفيد من وجهات نظركم، فأقول أولاً مما سبق قوله وكما أصبح متفقاً عليه، أن المؤرخ هو من يتعامل مع التاريخ، مع مضمون الذاكرة التاريخية ضمن منهجية محددة بعيدة كلياً عن مجرد السرد. وهذا يصح، وهنا يصح التساؤل، إذا ماذا نقول عن كل من سبقنا من المؤرخين اعتباراً من الطبري فمن بعده، وحتى عصرنا هذا ممن اعتمدوا السرد ولكنهم اعتمدوا منهجاً في تثبيت
تثبيت هذا السبب، لكنهم لم يحللوا، بدليل أن الطبري مثلا وهو يقول الرجل صراحة رغم أن الناس يهاجمونه الآن، يعني هو صراحة قال أنا رجل منهجي هذا، أسمع الرواية فأنقلها بعد التثبت مما هي بلفظها ومحتواها وأنقلها كما هي، أما الحكم عليها فهو لكم. طيب هذا الرجل وأمثاله كل المؤرخين الذين جاءوا بعده ساروا على هذه الطريقة تقريبا مع اختلاف بين هذا وذاك، ماذا نقول، بماذا نسميهم إذا كنا سنقتصر مصطلح المؤرخ على المؤرخ المحلل الذي يحلل يدرس الأمور ويطبق المنهج وإلى آخره. الآن سأنتقل بكم إلى غير التاريخ، إلى ما أجده دكتور في لحظات، يعني في لحظات. نعم نعم تفضل. أنا انتهيت. ماذا نقول عن كل من، العفو، عن أولئك الذين يعني ليسوا من خلفيات تاريخية، لكن أجيب لكم مثال وأنهي بمداخلتي هذه. في ما تعرضت إليه مدننا في عصرنا هذا من تهديم وقتل وذبح وطغيان، لا أدخل في التفصيلات، يعني الموصل، حلب، غيرها إلى آخره، الناس فيها بما فيهم المؤرخين كانوا تحت وطأة ضغط عنيف، فلم يستطيعوا ولم يتمكنوا ولم يمكنوا من أن يسجلوا شيئا، ربما سجلوا خفية ولكننا لم نشهد شيئا. ماذا نقول تجاه أولئك الذين كتبوا روايات توثيقية، يعني فيها أمر لا يمكن أن يكون تاريخا لكنه فيه شيء من التاريخ، لأن هناك روايات وصفت لنا الأحداث يوما بيوم ولحظة بلحظة، هناك شعراء استطاعوا أن يصوروا معاناة الإنسان بشكل، ونحن نفتقد إلى وثائق تحدد هذه المعاناة، لأن شتان بين كتابة تقال لحظة وقوع الحدث وأخرى تكتب بعدها بزمن وقد لا تكتب. يعني هؤلاء لا أقول أننا يجب أن نعتبرهم مؤرخين أبدا، لكنهم هؤلاء لهم مكانتهم، ويجب أن نبحث عن مصطلح معين يعطيهم مكانتهم، وهذا ينطبق على الروائيين الذي كتبه محمود سعيد والذي كتبه نوزاد شمدين أغا وفلان 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 ممن تتبعوا الأحداث يوما فيوما، واللي كتبه الإخوان السوريون عن حلب وعن بقية المدن المهدمة، كله يشكل مادة لا يستغني عنها المؤرخ أبدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور أحمد الحسو على هذه القراءة. حقيقة عندي ملاحظات سريعة حتى لا أخذ وقت. أعتقد أنه الأسلحة المؤرخ لتحقيق ما نصب إليه في الملاحظات اللي ذكرها الدكتور أحمد الحسو، يعني إذا كان المخزون المعرفي هو واحد أساسي من هذه العوامل اللي يمتلك المعرفة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظة اللي قالها الدكتور الحسن أوري أنه هاي المعرفة تحتاج إلى إعادة صياغة أو إعادة قراءة، يعني مثلا طبيعي نعيد إنتاج بضاعتنا، ليس بالضرورة أن نتمسك بكل الماضي مثل ما هو. الجانب الآخر أدوات اللي ركز عليها الدكتور أحمد الحسو هي المنهج وأنا أقدر أيضا أضيف أنه عامل آخر هو أن يمتلك المخزون والأدوات والأهداف، الأهداف الإنسانية اللي تحقق له هذا الهدف. أما العودة للمؤرخين دكتور أحمد، يعني إحنا ما نخضع الآن ما نقوله الآن أو نطالب به للمؤرخ على الماضين، بالتأكيد هو يكفي أنه مرحلة من مراحل التطور في التاريخ، قدم من الرؤية والمادة والمعلومة في وقته، لكن الآن مطلوب من عندنا أن نرتقي إلى المستويات الأخرى. في موضوع كتابة المذكرات، هي ليس فقط دكتور أحمد بالمدن التي تعرضت، حتى في المدن التي تعيش حالة طبيعية المؤرخين احنا عندنا نقص كبير في موضوع كتابة المذكرات وتوثيق الأحداث. هاي مثلا أنا واحد من الناس على أكثر من مرة، أكثر من محاولة، حاولت أكتب صفحة صفحتين وبعدين أترك ما أستمر. إحنا لو نكتب على الأقل، لو نكتب على الأقل كتابات علمية لمرحلة تعالج مرحلة اللي نعيشها، هي على الأقل قريبة إذا ما تكون مذكرات أو توثيق، على الأقل وجهة نظر قريبة على موضوع الحدث.
دكتور مصعب الجمل طالب الحديث. دكتور إبراهيم. دكتور علي علام، خلينا سجلت اسمك دكتور علي علام، في أكو جماعة قبلك. دكتور مصعب الآن. أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية جميعا. طبعا نحن الآن عم نبحث في موضوع المعرفة التاريخية، وتم الحديث من قبل السادة الباحثين حول مواضيع مختلفة من جوانب المعرفة التاريخية. طبعا كما قلت بالأمس عند الافتتاح بأن الطفل في بداياته يبدأ بالتساؤل بحثاً عن المعرفة، ودائماً كل إنسان يبحث عن المعرفة. وطبعاً نحن محور حديثنا في هذا اللقاء هو المعرفة التاريخية وليس المعرفة بشكل عام. فالمعرفة بشكل عام دائماً فلسفياً يقال أن الإنسان، قالت الفلاسفة أن الإنسان يمر بثلاث مراحل: مرحلة أعلم الناس، ومرحلة مساوي للناس، ومرحلة أجهل الناس. مرحلة أعلم الناس في الحقيقة هو عندما يبدأ الإنسان يقرأ كم كتاب هون، كم معلومة هون، يظن نفسه أنه صار عبقري في المعلومات واكتملت ذاكرته ومعرفته. هذا في الحقيقة هو أجهل الناس. بعد ذلك يتطور، عندما يزداد قراءة أكثر وأكثر وأكثر يجد نفسه مساوي للناس، مثله مثل الآخرين، معرفته مثل معرفة الآخرين، هيك بيشوف حاله، ينظر لنفسه. عندما يتعمق بالعلم أكثر وأكثر يجد أن هناك الكثير من المعارف لم تصل له، ويجد أنه جاهل بكثير من الأمور، يقول أنا أجهل الناس. في الحقيقة هذا الذي يقول أنا أجهل الناس عن نفسه ضمنا بينه وبين نفسه هو العالم، هو أعلم الناس. طبعاً نحن بنعرف أنه نبقى طالبي علم من المهدي إلى اللحد، ما في عنا وصول، لا نرى بأنفسنا أننا علماء، لكن الآخرين قد يقيمون أن هذا هو العالم. الإنسان لا يستطيع أن يقيم نفسه إلا أنه طالب علم، لأنه بحث عن المعرفة بشكل كامل. أنا سؤال يتساءل بذهني الآن من خلال ما سمعته من أحاديث ومداخلات، يعني هل المعرفة التاريخية تعني هذه إشكالية، هل المعرفة التاريخية تعني أن نبحث في التاريخ وأن ندرس التاريخ وأن نمحص في كل جزئيات التاريخ وهذا هو التاريخ، أم أن المعرفة التاريخية تشمل ليس البحث في التاريخ وفي الماضي وكل ما هنالك، وإنما تشمل أيضاً وقت الحاضر والمستقبل أيضاً؟ يعني تشمل المعرفة التاريخية تشكيل المدارس التاريخية الحالية والمستقبلية، وتعني كيفية البحث في علم التاريخ، وأمور كثيرة هي ليست من الماضي وليست من التاريخ، وإنما هي أساسيات لعلم التاريخ متطورة حسب الزمان والمكان. فهي نقطة إشكالية عسى أن أجد إجابة عليها. التاريخ الماضي، فكرة أخيرة وكلمة أخيرة، كما تعلمون أيها السادة المؤرخون أن التاريخ دائماً يكتبه الفريق المنتصر، التاريخ يكتبه الحكام والمنتصرون في الحروب، هم الذين يدونون التاريخ حسب مصالحهم وحسب أهوائهم وحسب ما يريدوا أن يكتب. غالباً هناك تواريخ أو هناك كتابات تاريخية تكون مغايرة تماماً لواقع الحال، وتزرع في أنفسنا، تدرس منذ الطفولة حتى أعلى المراحل على أنها تاريخ حقيقي. يعني لن أستشهد بأمثلة، لأنه إذا أردت أن أدخل في هذا المجال أحتاج لوقت طويل، ومن الصعوبة بمكان أن يتيح لنا الوقت. فربما مصادفة التقيت مع أشخاص كثيرين قرأنا تاريخا، وهؤلاء هم ما صنعوا تاريخ تلك المراحل.
فحدثوني عكس ما قرأت تماما. يعني أنا سأذكر مثل بسيط، نحن نعلم أن يوسف العظمى هو من قاوم الفرنسيين في معركة ميسلون واستشهد في معركة ميسلون، ولكن الحقيقة ومن باب المصادفة توكلت بدعوة أمام القضاء، دعوة شرعية من قبل امرأة على زوجة، هي شابة وزوجة عجوز عمره 108 سنوات، فجاء لعندي وقعدنا وتحادثنا، قال لي بالحرف الواحد أنا الذي قتلت يوسف العظمى. قلت له كيف قتلت يوسف العظمى؟ فروى لي قصة. طبعا نحن لو قرأنا كيف انقتل يوسف العظمى، انه غورو بعث له الانذار، قال له بتحل تجمع الأسلحة بتحطها بالمستودعات، بتحل الجيش وبتشيل مفتاح المدينة رمز لتسليم المدينة وبتلاقي لي وأنا قادم إليك من لبنان إلى سوريا عبر ميسلون. فبيقول لك إنه يوسف العظمى جمع الأسلحة حط المستودعات، بعدين حل الجيش، بعدين بيقول لك إنه يوسف العظمى جمع الجيش اللي حلوا بقايا الجيش بدون سلاح بالعصي والحجارة وذهب ليقاوم الفرنسيين. طبعا يعني العقل والمنطق لا يقبل ذلك. هذا الشخص أكمل لي ما قام به يوسف العظمى، قال لي يوسف العظمى جمع السلاح حلوا وهو كان عسكري مجند عمره 22 سنة في ذلك الزمان، حل الجيش وقال لي نحن الجيش اللي منحل وقفنا وبدنا نشوف ايش بده يعمل ايش القصة. فوجد يوسف العظمى يركب حصانه ويحمل مفتاح رمز المدينة ويتجه باتجاه ميسلون. قال لي تابعنا لنشوف لوين رايح، ما لنا عرفانين. قلت له ايه ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لي وصلنا. طبعا اللي بيعرف المنطقة بميسلون هي جبل، بيجيك وادي بيجيك جبل تاني باتجاه لبنان. فالجيش الفرنسي قادم من الطرف الآخر من جبال لبنان، فهو نزل بالوادي وصعد إليهم يحمل مفاتيح دمشق رمز لتسليم المدينة. فقال له غورو بالحرف الواحد لما شاف في وراء عالم كثير ماشيين وراء، قال له انت جاي تضحك علي جايب لي مفتاح المدينة وجايب جيشك وراء؟ قال له وين الجيش؟ التفت فوجدهم، فنزل بالوادي وبلش ينده على الجيش يناديهم بألفاظ وشتائم، وين جايين؟ فرنسا جاي تحضرنا، جاي تحررنا، جاي جاي جاي. قال لي فهون نحن شلت حجر ورميته فنزلت فوق رأسه. طبعا مثل العظمى لو عدتهم إلى التاريخ تلاقوا أنه مات بضربة حجر، لم يمت برصاص أو بسيف. قال لي وبعدها خضنا معركة غير متكافئة وخسرنا معركة ودخلت فرنسا. إذن يوسف العظمى ذلك البطل الكبير حسب ما قرأناه بالتاريخ، رأيت أنه مات بضربة حجر من قبل السوار. وطبعا اللي بيدرس الوثائق التاريخية بيقول لك استشهد بضربة حجر على رأسه. طيب فرنسا عم تضرب بحجار ولا رصاص؟ ففي مغالطات كثيرة بالتاريخ. المعرفة التاريخية دائما هناك إشكالية في كتابة التاريخ، وما بدنا نتوسع به المجال لأنه إذا بدنا نروى ما بدي أوصل لصلاح الدين الأيوبي وغيره. يكفي. السلام عليكم. الله شكرا شكرا دكتور. والله دمرتونا يعني، لا عدنا رواية مضبوطة، لا عدنا هدف مضبوط، يعني شردون عدنا شردون وين نوصل؟ يعني كل هذا الحكي وتقول يعني أنا هل أمشي على هذه الرواية لهذا الشخص مدى مصداقيتها مدى يعني دقتها؟ طيب أنسف فقير اسمح لي. مات بضربة حجر على رأسه ولا مات برصاص؟ لقي ميت بضربة حجر على رأسه، هكذا يقول التاريخ المدون. هذا الرجل اللي عمره 108 متزوج لوحدة صبية ومشتكي عليه، وأنا أريد أحكم على التاريخ بسبب من خلال رواية إلا إذن المعلومة دعوة تفريق. نعم المعلومة والوثيقة واللي هي اللي توصلني. بس ملاحظة عندي دكتور مصعب، يعني موضوعة الإشكالية اللي طرحتها، والآن حديثنا كنا إحنا الآن نتحدث في إطار الحاضر، نحن مؤرخين نتحدث في إطار الحاضر شلون نستخدم معرفة التاريخية والمخزون اللي عندنا من كل القراءات التاريخية مثل يمكن ذكرها دكتور أحمد أيضا قبل شوي وكل مجمعين عليها، ندرس حاضرنا ومستقبلنا. يعني نعم. الآن يعني هذا الموضوع مش هذا هو الهدف المطلوب الآن، نحن مؤرخي الحاضر نريد أن نجعل من المعرفة التاريخية حلاً أو نجد من خلالها حلاً لحاضرنا ولمستقبلنا. خلي أكمل المداخلات وأرجع نعم. على الإضافات اليوم ما ورانا شغل اليوم، أخليكم لسه عفوا أنا كل العلوم تبنى على المنطق،
ما يتوافق من العقل مع العقل نأخذه وما يرفضه العقل نحن ننفيه. دائما القانون يعني منطق، التاريخ منطق أيضا. ماشي دكتور. لما أنا بدي أقرأ كلمتين مختصرات، لما بدي أقرأ إنه عندما طعن ريتشارد هارت لايون بالقدس وذهب صلاح الدين تسلل بهيئة الطبيب ودخل إلى خيمته ليعالجه. دكتور خاف تدخلنا موضوعات، دكتور مصعب خاف تدخلنا موضوعات تجرنا الحوارات ثانية، خلينا تحت طبعا بس هاي السؤال يعني خلينا قصدي الموضوع تحت السيطرة بس نتشعب ترى بعد ما نفقد السيطرة على الموضوع. التاريخ يكتبه الحكام بس أي المنتصر. الدكتورة مديحة الفضلي، دكتورة مديحة موجودة؟ نعم دكتورة مديحة رافعة يدك. صار السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور. تفضلي دكتور. طبعا أشكر لكم مداخلاتكم وآرائكم رائعة. طبعا أنا أخجل أن أتكلم بين مجموعة من الأساتذة الكبار مثل الأستاذ إبراهيم البيضاني وبروفيسور أحمد الحسو وأستاذ جمل وزيد ويعني والبقية الأساتذة، لكنني أتكلم هنا لأنني ربما غيري من الباحثين هنا لديهم نفس تجربتي ووصلوا لنفس النتيجة التي وصلت إليها، وهي أننا نحن الدارسين في القرب يعانون من مشكلة في كتابة التاريخ هنا في بلادنا، ويمكن معاناتنا أكثر من معاناتكم أنتم دارسون في الجامعات العربية. أعتقد أن مهمة المؤرخ يجب أن تكون من خلال استخدام المعرفة التاريخية الحالية للوصول والتحول إلى ما أسماه الدكتور طلال أبو غزالة ثورة الحكمة، وهي ثورة إبداع واختراع تحقق المصالح الحقيقية المستقبلية للبشر جميعا وليس للأنا فقط. هذا طبعا ما وجدته عند معظم المؤرخين القربيين هذا الهدف، بينما هو للأسف شبه أو غير موجود لدينا نحن العرب. ففي القرب هم يستخدمون المنهج البنيوي التعاوني لفهم الماضي من أجل بناء معرفة مستقبلية نافعة لمجتمعاتهم والوصول لثورة الحكمة، بينما المنهج التعاوني العلمي من خلال الرؤية الشاملة للظاهرة التاريخية بأجزائها عند المؤرخين العرب شبه منعدمة بيننا، فكل منزو على نفسه رغم ادعائنا بأننا نعمل معا، وهذا ما يقلص من فرص الوصول لمعرفة تاريخية حقيقية ونافعة لمجتمعاتنا. خلاصة القول، نحن المؤرخون العرب لدينا مشكلة أعتقد في اتباع المنهج العلمي الصحيح الذي أدى بدوره لمشكلة في مدى استفادتنا من التاريخ ومعرفته معرفة صحيحة. لذا أعتقد أنه من المهم للمؤرخين العرب أن يستخدموا منهجا علميا بنيويا تعاونيا مثل كما يستخدمه القرب بدل لدراسة الظواهر التاريخية دراسة شاملة بدلا من الانتقائية في دراسة التاريخ أو الانتقائية في دراسة حوادث التاريخ. وأشكرك دكتور إبراهيم. دكتورة مديحة، المرحلة اللي نوصل لها مرحلة الحكمة شنو تتطلب يعني شنو عناصرها؟ هي ثورة إبداع واختراع بحيث إن المصالح الحقيقية يعني تكون هدفها هي تحقيق المصالح الحقيقية للبشر اللي هو الهدف هو نفس الهدف اللي نعم دكتور في كل المجالات في الفكر في كل المجالات، إن بدلا من إن نستخدم مثل هذه هو المصطلح أنا استخدمته من أستاذ دكتور طلال أبو غزالة اللي هو عند نظرية الأنا أو ثورة الحكمة عفوا ضد نظرية الأنا، إن إحنا الآن في المستقبل هم يهدفون إلى الوصول إلى تحقيق مصلحة حقيقية للبشر جميعا وليس التركيز على الأنا أو المصلحة أو ما يحدث الآن من تدمير، وهذا أعتقد هو اللي يعني هذا من ناحية بقى دكتورة إذا أسمح من ناحية عملية المعالجة تتم للمؤسسة للدولة للمجتمع الذي يعاني من مشكلة، يعني أنا ما أفكر بالكل اللي عايش بأمان واستقرار، إذا أريد أخدم الكل المجتمع الدولي الإنساني أفضل خدمة إنسانية أقدم لهم بأن أرتقي معهم إلى مستوى ما الحياة اللي يعيش، يعني أطور نفسي بطريقة لا تتعارض، يعني مو بطريقة أنه أصبح قوي حتى أنافس وأصارع وسقط الآخر،
أفكر بالعيش في المستوى الإنساني. نعم شكرا دكتور. صحيح دكتور, شكراً صحيح دكتور. دكتور. بس هو انا اقصد هني انا تاكيدي انه هو يعني مداخلتي على استخدام المنهج البنيوي التعاوني بين المؤرخين العرب كل المنهج البنياني التعاوني اللي يستخدمونه الغرب ايضا الان او في لبناء معرفه مستقبليه. نعم شكراً دكتور. شكرا دكتور. علي علام. شكرا دكتور إبراهيم ومرحبا مجددا وسعيد جدا بالمشاركة معكم في هذا اللقاء العلمي. في الحقيقة بشكل مختصر أريد أن أشير فقط إلى أن المعرفة التاريخية كما قال دكتور إبراهيم يوم أمس أنها ليست مجرد معرفة الحدث التاريخي في حد ذاته ولكنها تعني الاهتمام بالتفسير أو العوامل المتدخلة في تفسير ذلك الحدث. يعني أن المؤرخ له دور كبير في بناء هذه المعرفة التاريخية من خلال استحضاره لجملة من العوامل وهي التي أشار إليها الدكتور أحمد الحصو مجموعة من العوامل التي تتدخل في صنع ذلك الحدث. هناك عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، عوامل سياسية، إذن هناك عوامل متعددة. إذن فبناء المعرفة التاريخية لا يمكن أن تتم بدون استحضار هذه العوامل وبدون تفسير ذلك الحدث بالتزامن مع تفسير تلك العوامل. وهنا أعطي بعض أمثلة بمناسبة واختلف مع صديقي الدكتور حسن أذني عندما أشار إلى التاريخ الراهن. أنا أختلف معه لأنه ينبغي أن لا نترك الراهن لتخصصات أخرى. ما نعيشه الآن في العالم العربي بالخصوص من أزمات وحروب ومشاكل حتى الأوبئة حتى الوباء الأخير الذي نعيشه الآن لا يمكن أن نترك المجال للآخرين ليؤرخوا وليكتبوا فيه كما أرادوا. لذلك قلت بأن المثال الذي أريد أن أعطيه لهذه المعرفة التاريخية انطلاقا من 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 الراهن وما نعيشه مثلا في العراق مثلا في سوريا في ليبيا في شرق المتوسط الان في مجموعه من المناطق والربيع العربي الذي وقع منذ 2011 كذلك لا يمكن للمؤرخ ان يبني المعرفه التاريخيه في هذه المناطق دون استحضار العوامل المتدخله في صنع تلك الاحداث. فما وقع مثلا بدايه في تونس لا يمكن أن نغفر له أو أن المؤرخ يغفر له وأن لا يستحضره. لذلك لا بد أن نستحضر هذه العوامل وأن لا نقول بأن المؤرخ ينبغي أن ينظر إلى الماضي أو تلك الأحداث البعيدة والبعيدة جدا. وهذا الأمر يطرح مسألة مهمة جدا وهي مسألة الموضوعية التاريخية. كيف يكتب المؤرخ عن الحدث التاريخي بشكل موضوعي؟ وبالمناسبة الموضوعية لا تطرح فقط عندنا في الوطن العربي ولكن تطرح حتى في الغرب. فعندما نتناول بعض المواضيع والأحداث التاريخية التي جرت ما بيننا وما بين الغرب فعندما يكتبها المؤرخ الغربي فنطرح دائما علامة استفهام ونشك في كل ما يكتب. بالمناسبة استحضر هنا وثائق أو ما يعرف بوثائق ويكيليكس وبعض السادة المتدخلين أشاروا إلى استعمال تكنولوجيا الإنترنت وغيرها. يعني وثائق ننتظر زمنا معينا ربما مستقبل لتنشر وثائق من هذا القبيل التي تتحدث عن الوجود الأمريكي في العراق أو في المشرق بشكل عام والخروقات التي كانت في العراق وكانت في أفغانستان وكانت في مجموعة من المناطق الأخرى من العالم العربي. إذن المؤرخ هنا لابد أن يستعمل جميع الوسائل لكتابة وبناء المعرفة التاريخية ولا ينبغي أن ينتظر زمنا آخر غير زمنه لأنه كما نعلم جميعا أن الميزة الأساسية في التاريخ هو أن الحدث التاريخي ينتمي إلى زمن معين والمؤرخ ينتمي إلى زمن آخر والمؤرخ يحاول دائما أن يقوم بهذا الحوار السرمدي ما بين الحاضر وما بين المستقبل من أجل بناء ما بين
الحاضر والماضي من أجل بناء المستقبل ووضع خطط للمستقبل والاستفادة من الماضي. لا ينبغي أن نبقى سجناء لكل ما دون في العصور القديمة جدا، ولكن علينا أن نأخذ العبرة، وهذه مهمة المؤرخ في بناء المعرفة التاريخية. وهذا لن يتم إلا بإعادة الاعتبار للتاريخ كعلم مستقل عن العلوم الأخرى، ولا بد أن نعطي الاهتمام للمؤرخ وأن نعيد الاعتبار للمؤرخ في مختلف المؤسسات الجامعية وفي مختلف المؤسسات الثقافية التي يتواجد فيها أو يوجد فيها عفوا هذا المؤرخ. إذن علينا أن نعيد الاعتبار للتاريخ وللمؤرخ من أجل بناء معرفة تاريخية صحيحة مبنية على أسس علمية. وشكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور علي علام على هذه المداخلة القيمة. وأيضا أضيف مثل ما نطلب من المؤرخ أن يجد الحلول ويضع القراءات وأيضا يبحث في المعرفة، أيضا مطلوب أنه نركز على توفير المستلزمات لهذا المؤرخ، يعني يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى مناخ ملائم، يحتاج إلى إمكانيات، إلى إنفاق، إلى مؤسسات، إلى تكنولوجيا حتى يستطيع أن يقدم القراءات فعلاً اللي تجسد وتعبر عن معرفة تاريخية دقيقة. دكتور جميل عناق، دكتور جمال عناق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف مجدداً بحضور مع هذه النخبة الكريمة الطيبة. والله أنا سأكون أيضا معلقا حول النقطة الأخيرة التي حددها دكتور إبراهيم حول تردي الوضع العام للوطن العربي. يعني فقط أنا أريد أن أعلق على شيئين، وهو صلب النقاش حول المعرفة التاريخية والحقيقة التاريخية. يعني هناك مقدمات وهناك نتائج، فبالتالي هي مرتبطة ارتباطا كبيرا بالواقع، بالتراث، بالثقافة العربية والإسلامية. للأسف يعني نحن حتى في قراءاتنا التاريخية مرتبطين ارتباطا، يعني وكأنه مفروض علينا، يعني صراحة مفروض علينا بالمادية التاريخية. حتى قراءتنا لتاريخ ابن خلدون أو مقدمة ابن خلدون ليس بقراءتنا نحن، بل بقراءة غربية. يعني كما وهنا يعني أوافق شيخنا الفاضل محمد جدة حول أن هذه الدراسة يعني ليست دراستنا، يعني دراسة خاصة بالباحثين العرب، ولكنها جاءت يعني أننا فهمنا ابن خلدون، فكر ابن خلدون بالفكر الغربي. وبذلك أنا أظن أنه تاريخنا لم نفهمه بالشروط الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. يعني ربما نعطي أمثلة. قيل لأعرابي كيف عرفت ربك؟ فقال السير يدل على المسير والبعرف يدل على البعير. وقيل لشيخ أيضا أحد فقهاء الأجلاء، قيل له فلان سقط عليه سقف بيته فقال هو حي، قالوا كيف عرفت؟ قال هو يصل رحمه. شوف تلك السنن، يعني ولو نأتي أو نريد أن نطبق هذا الأمر على واقعنا اليوم، يعني من أكبر الأحداث التي عرفناها اليوم والتي نعيشها في هذا العام، عدنا الوباء، عدنا أيضا الانفجار الذي ضرب بيروت، والحدث الآخر وهو أيضا استرجاع مسجد آيا صوفيا الذي كان متحفا. هل من منطق يعني سؤال هنا، يعني لو نجي يعني، وهذا ربما يعني كلام إن شاء الله موجه للأستاذين النوري والأستاذ جعفر لكي يأخذون الأمر بالثقافة التاريخية أو هويتنا الثقافية الدينية، وهذا شيء يعني مهم جدا. لا نقرأ التاريخ قراءة مادية بحتة ليست لها علاقة بالشؤون الكونية التي خلق الله سبحانه وتعالى والتي عرفها الأوائل الذين خرجوا في عدد صغير عدد قليل، واستطاعوا أن يفتحوا بلدان ويسقطون دول كبرى
ويصنعون حضارة في زمن قصير جدا. يعني هذا يجب علينا أن نفهم العقليتنا، العقلية الحضارية، العقلية الثقافية. وهذا ربما ما فهمه العلامة مالك بن نبي، أنه هو يحدد أن آخر شعلة للإنسان المسلم هو بسقوط الدولة الموحدية عام 1256. لأن لماذا يا ترى؟ لأنه كما قال الروح الروحانية التي كانت في ذلك الإنسان المسلم قد فقدها، وبذلك كان حتما أن تسقط هذه الحضارة. إذن فالمفروض علينا الآن أنه الحدثين هذه فقط أعلق على هذين الحدثين وأنتهي من كلامي. قضية الانفجار الذي ضرب بيروت، إذا النتيجة تؤدي إلى، أو المقدمة تؤدي إلى النتيجة وهي الفساد، فأدى إلى هذا الانفجار. أيضا بالنسبة لمسجد آيا صوفيا، كان في البداية كنيسة، فلما جاء وفتح المسلمون القسطنطينية أصبح مسجدا ككيان سياسي، بقي ككيان ديني. فلما جاء أتاتورك حوله إلى متحف. هل من منطق أن يبقى متحفا؟ لن يبقى متحفا مهما مر من الزمن، 50 سنة 100 سنة سيرجع إلى أصله، وهو مكان مقدس، مكان مخصص للعبادة. وهذا ما حدث في هذا العام، لأن أصبح أو أسرجع وأصبح مسجدا كما كان في الأول. وبذلك نتمنى يعني أن نقرأ التاريخ بعقليتنا وبثقافتنا، لا أن نقرأه قراءة بقراءة الآخر. يعني أنا نصبح دائما نحتاج إلى الآخر لكي نقرأ تاريخنا، وهذا ما حدث للأسف شديد، وجعلنا دائما في المؤخرة ونحتاج إلى الآخر لكي نقرأ تاريخنا ونكتب تاريخنا. يعني هذا فقط ما أريد أن أتدخل به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور جمال، شكرا على هذه الإضافة النوعية. إحنا الآن على وشك أن ننتهي إن شاء الله. المتحدث الآن دكتور باب أحمد الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى أستاذ الفاضل. الحقيقة جهود مباركة ومميزة، علي أتذكر قول الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. الحقيقة فعلا تؤخذ الدنيا غلابا من خلال النقاش وطرح الأفكار، وكذلك محاولة استشراف للمستقبل واستشراف كذلك للمعرفة التاريخية في بلداننا العربية والإسلامية. وهو أمر في الحقيقة يسهر عليه أو يطرحه بكثير من الإلحاح أستاذنا الفاضل من خلال الاتحاد الدولي للمؤرخين وجامعة سليمان الدولية ومركز الحسو وجامعة سيد محمد بن عبد الله بن فاس، فلهم الشكر الوافر، والشكر كذلك لجميع المداخلات العلمية العظيمة التي كانت في هذا الاتجاه. بضاعتي من العلم مجزات، فقط سأطرح وسأحاول أن أختصر الأمر في 3 نقاط إلى حدود 4. أن المسألة الأولى تفنطت في نص ابن خلدون يقدمه بطريقة عجيبة يمكن أن ينسحب على الموضوع، موضوع المعرفة التاريخية. أنه يقول أن الحضارة، أن هو نظر إلى من زاوية الحضارة إلى مسألة الفن، مسألة حليته من حرمته. فإذا كانت الحضارة منحطة تخرج نغما سقيما، أما إذا كانت غير ذلك فإنها تخرج أعذب الألحان وكذلك نوع من انتفاضة الروح وأشياء من هذا القول. المعرفة التاريخية تماما مثل سؤال النهضة، مثل سؤال كيف ننهض الذي طرح أكثر من مرة في السياق العربي الإسلامي. ما هي شروط النهضة؟ ما هي آلياتها؟ ما هي المقومات؟ ما هي الأسس؟ إذا حددت الأهداف أو المنطلقات أو المبادئ العامة التي على أساس منها تتأسس معرفة تاريخية في عالمنا، مدرسة تاريخية أو منتج تاريخي يجمع الكل على سلامته، على الأقل سلامته هنا الإنسانية طبعا التي لا تخرج عن سياق الإنسانية بصورة مجملة، حدود الإمكانيات، حدود الطاقات، حدود كذلك الموضوعية وحدود الحياة إلى غير ذلك من المسائل. لا يطلب منا في تاريخنا في الحقيقة، أعتقد هذه المسألة، لا يطلب منا في التاريخ أن نكون حياديين بقدر ما أن نكون موضوعيين.
أن نطرح مجموعة من الأفكار تستجيب للعقل، تستجيب للمنطلقات المعرفية أي لما أنتج البشر من معارف، وهنا لا تمييز بين الحضارات المعرفية مهما كانت، فالحضارات إنما هي مثل الدول تماما، أحيانا تكون في نشوة معينة في ازدهار، وأحيانا تكون في ضعف أو خذلان أو أوجعة أو ترف إلى غير ذلك حسب التصورات، لكن كل الحضارات هي بناء معرفي متناسق مستجيم فيما بينه، تستفيد منه الحضارات المعرفية الأخرى. أعتقد أن القراءة الموضوعية في عالمنا يجب أن نطرح سؤال على النخبة المثقفة، النخبة التاريخية والمثقفة بصورة عامة في مجال العلوم الاجتماعية، هو سؤال أخلاقي بالأساس، سؤال تنمية أو الوازع الأخلاقي العلمي، ما دور المؤرخ، ما عناصر مادته، ما هي الأسس التي يجب أن نبني عليها معرفة تاريخية سليمة أو على الأقل تنطلق من المنطلقات العادية التي ينطلق منها البشر في أذواقهم وتصرفاتهم، سواء كانت هذه الأذواق إيجابية أو كانت سلبية أو كانت منطلقاتها حتى دينية أو كذا أو كذا 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 إلى آخره. أحسنتم أستاذي الفاضل، وأعتقد هي أيضا إشارة في النقطة الثانية أشار إليها كثير من المتدخلين، هي علاقة العلوم أو المعرفة التاريخية بحال التطور السياسي في بلداننا. أعتقد حتى لا نقول فشلت أن أغلب هذه الدول الوطنية أو الدولة المستنتجة حديثا أو المستحدثة حديثا عن طريق الاستعمار، على الأقل في بعض البلدان كانت منحة استعمارية بامتياز، فشلت في تحديد المحددات الأساسية لتنتج معرفة تاريخية تنسجم مع طابعها العام. فإذا لم تحسم الهوية، إذا لم تحسم التطورات السياسية في هذه البلدان، إذا لم تحسم النخبة مواقفها من مختلف القضايا الكبرى التي تعيشها، وهذا ينسحب ربما أيضا على العالم الإسلامي ككل رغم بعض التفاوت في هذه القضية، أعتقد أنه إذا لم يحدد هذا الهدف فسنبقى تفعيل حركة التاريخ أو تفعيل حركة المعرفة التاريخية هي تتجه إلى اتجاهات خاصة. الأدهى من ذلك والأمر أني سأضرب مثال تقريبا في البلاد الموريتانية تقريبا، اليوم نلاحظ إنتاج معرفي هائل، لكنه إنتاج معرفي لا ينتمي إلى التخصصية، وكذلك في الغالب الأعم منتجوه هم من الهواة أي غير مختصين في الحقل التاريخي، وهذه مشكلة كبيرة تخلق نوع من اللحظة أو نوع من الوعي بالماضي. فاستعادة الماضي هنا هي استعادة مكملة للواقع المعاش، أي أننا نعيش على الماضي انطلاقا من واقعنا الذي نعيشه أو التحولات التي نعيشها، وفي الحقيقة تكون أغلب هذه التحولات للأسف الشديد تكون تحولات على كل حال غير إيجابية بالمطلق. يجب كذلك أن لا نقدس نقطة أخرى، يجب أن لا نقدس التراث، لأن في الحقيقة وهذا فعلا أشار له الدكتور سامي زيدي، وبالمناسبة كنت تقريبا منذ شهر من الآن في محاضرة حول التعايش السلمي في الحضارة الإسلامية، شوي اختصار أستاذ بعض الله يخليك شجد أستاذنا الفاضل، وجدت في الحقيقة أن فعلا ذمت الأفكار معينة عن قصد وعن وعي توضع من أجل إذكاء النعرات والصراعات سواء بين الديانات أو الطوائف أو المجموعات الساكنة في هذا المجال الإسلامي العام. نقطة أخيرة نظرا لعامل الوقت، لابد أيضا أن ننظر إلى ما الذي نريده من المعرفة التاريخية في عصرنا الحالي من خلال الجامعات على الأقل الموجودة في عالمنا. هل فعلا الدرس التاريخي المقدم اليوم يتجاوز السردية والنمط القصصية والنمط الوعظية إلى منتج فكري يحاول أن ينمي الذكاء ويحاول أن ينمي القدرات لدى طالبي هذا العلم؟ أعتقد أن ذلك فيه نقاش كبير. مسألة أخرى، لابد من رفع الميزانيات في عموم الجامعات العربية والإسلامية فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية والتاريخ طبعا من بينها ومن أهمها. أيضا المنهج على كل حال المدرس أيضا يحتاج، لأن المنهج إنما هو انعكاس للتطور أو للأحداث الموجودة في سياق أو مجال ما معين. في الأخير لابد أن أشكر في الحقيقة أستاذنا الفاضل
الأستاذ الدكتور إبراهيم وكذلك جامعة سليمان الدولية ومركز الحسو وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على هذه الجهود الممتازة وعلى طرح هذه الأسئلة المعرفية الهامة جدا في 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 عالمنا العربي والإسلامي، وهي في الحقيقة بالمناسبة وهذا قيل يوم أمس حقيقة جهود عجزت عنها الكثير من الجامعات والكثير من المؤسسات البحثية. رغم ذلك قامت هذه المؤسسات بكثير من خلق الوعي بين النخبة المثقفة وكذلك طرح الاستشكالات المصيرية والباحثة في قضايا جوهرية تتجاوز السرد أو تتجاوز الطرحة الفردية أو تتجاوز الأفكار الغير غير طويلة المدى. الشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والعفو إن أطلت، ما ذاك إلا من كريم فعالكم وصنايعكم، دمتم ودام الجميع، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أخي العزيز، شكرا على هذه المداخلة القيمة. أترك الآن الفرصة بس أريد يعني بصراحة يعني مداخلة سريعة أستاذ جمعان وراء محمد الجدة حتى ننهي، وايضا نترك فرصه دقيقتين للدكتور عبد المجيد النوري لان عنده تعقيب طالب الحديث، وينتهي ان شاء الله هذه الندوه بهذا الوصف بهذا الشكل. جمعان الشهراني موجود؟ اي نعم اي نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باختصار باذن الله. طبعا ما زال المؤرخ العربي اسير للكتب، ولذلك يعني أنا الأوان لأن نطلوا إلى المشكلات الحاضرة. الفيلسوف على ما أظن الفرنسي ريكور يبين أن فهم الماضي يشترط على اتباع منهج علمي دقيق يحقق الدارس الموضوعية للظاهرة التاريخية، غير أن الخطوة الأولى استنطاق الأثر التاريخي. هذا مفقود لدينا أغلب الجامعات. لدينا عندما يأتي الباحث ويذكر لديه يعني عنوان موضوع، أول ما يسألونه هل لديك مصادر وكتب؟ وهذه إشكالية. أنا والله طرحت يعني مقترحين بسيطين. المقترح الأول إنشاء مدرسة تاريخية يشرف عليها الاتحاد الدولي للمؤرخين ولا يكون تحت مظلة أي جامعة، حتى لا نرجع مرة أخرى لهذه الكتب ونبقى حبيسة للكتب. الأمر الثاني الأوراق العلمية التي تقدم، ومن ضمنها هذا الاتحاد الذهبي الذي يقدم أوراق علمية رائعة، أين تذهب بعد ذلك؟ وماذا بعد؟ ستبقى حبيسة للأدراج. فأنا أقترح أن يكون هناك مفكرة إلكترونية تاريخية يشرف عليها الاتحاد الدولي للمؤرخين، وتوضع هذه فيه الأوراق وتقدم للجامعات كمادة علمية يتداولها المؤرخين والباحثين ويشرف عليها التحدي والمريخين. هذا ودمتم بخير. شكرا أخي العزيز. بصراحة عندنا مجلدات الآن لوقائع المؤتمرات، وعندنا أعداد المجلة، وأيضا المؤسسات الشريكة أيضا عندها إنتاج كمي في هذا الجانب، لكن نفكر بطريقة يعني موجودة الآن في الموقع الإلكتروني، لكن هي فكرة حلوة أنه نفكر بطريقة اللي سميتها المفكرة التاريخية. نحتاج إلى تكنولوجيا ساعدنا في هذا الجانب. أستاذ محمد الجدة آخر الطالبين بالحديث. محمد الجدة. دكتور عبد المجيد دقيقتين تعقب، عندك إضافة أو تعقيب؟ السلام عليكم، تسمعوني؟ نعم صوتك واضح. نعم نسمع. بارك الله فيك. تفضل دكتور. تفضل يا مداخلتك، بس اريد اختصار استاذ محمد الجدة، اريد اختصار بسرعة. نعم انا تفضل. انا ولا الدكتور؟ خلي الدكتور يتفضل. دكتور عبد المجيد تفضل. نعم شكرا السيد الامين العام الذي يتفاعلات مع المداخلات العلمية، وهي في الحقيقة كانت أو تتضمن أو تضمنت إشكالات جوهرية. سأتفاعل مع أربع مداخلات أساس والذي يرد بالنسبة لجمع العناق. المداخلات التي سأتفاعل معها تخص دوران وأوري والحسو ومصعب الجمال وأنا بطبيعة الحال. يعني هاي تكفيها نصف ساعة دكتور؟ لا إن شاء الله في دقيقة، وأتمنى في هذا التفاعل أن تأتي أشياء كنت أتمنى للأسف القطع تير وهي مفيدة.
أنا أقول السيد دوران، أولاً وهذه وجهة نظري الخاص، المؤرخ لا يفكر بعقلية الماضي ولا يعيش في الماضي على الإطلاق، يجوز أن يقوم بإسقاطات، وإنما الأصل أنه ينطلق من الحاضر ويفكر بعقلية الحاضر، لأن أداة التفكير التي هي العقل مشروطة بمضمرة هذا العقل الشعورية ولا شعورية وبواسطتها يشتغل، ولذلك يجوز أن تكون الإسقاطات، إنما حتما لا ينبغي أن تكون هذه الإسقاطات، ولا نفكر في الماضي ولا نعيش في الماضي، وهذا إشكال يجب حل حالته لأنه مفيد. ولذلك السيد الأمين العام والحضور الكرام، أنا أعتبر أن الحاضر هو الحلقة والزمن الأساس في المعرفة التاريخية، وأننا نقوم بربط الحاضر بالماضي من أجل المستقبل وليس العكس، وقد عرجت على هذا للأسف، لم تترك لي لأنه إشكال في غموض كبير. نقوم بربط الحاضر بالماضي ليس لإسقاط الماضي على الحاضر، لا، إنما من أجل فهمه، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى الجرأة، وقد لا يحتاج منا الكثير من عملية النقد ومما قيل، وأمر بسرعة في هذا. وقد عرفت الحاضر وجهة نظري أنه ماضي فات ومستقبل آت، وهو الحلقة الأساس التي تهم كل باحث، لأن الأموات لا علاقة لهم لا بالفعل ولا بالتفكير ولا بالإحساس، هم خارج دائرة الفعل الاجتماعي بمختلف أنماطه، إنما نتحدث عن الحياء من الناس الذين يرمون فهم حاضرهم، والذي يقاس على الآخر هو الحاضر على الماضي، وهذا تجده عند ابن خلدون رحمه الله، وهو يتحدث عن الأسباب التي تؤدي بالعديد من المؤرخين إلى الوقوع في الأخطاء، ومنها يقول عدم تحكيم الاعتماد على النقل وعدم الاحتكام إلى أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة الحمران والأحوال في الاجتماع. اسمع ماذا يقول: ولقيس الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب. ولذا سادة كرام، الذي يهمنا الحاضر والمستقبل، وهنا سوف أنتقل وأتفاعل مع الدكتور مصعب الجمل، لأن طرح ما المقصود بالمعرفة التاريخية، هل هي مجرد النبش وكواوى إلى آخره، أم أنها تتضمن أشياء أخرى وهي الحاضر والمستقبل؟ هذا جوهرها يا سيدي، ومنطلقنا في البحث والمعرفة التاريخية هو الحاضر وليس الماضي. الماضي هو المرآة التي نعكس فيها واقع الحاضر من أجل فهمه لا أقل ولا أكثر، وحتى الأخطاء والأغلاط كما قال السيد الحسو ليست من الضرورة أن نقف عند هذه، يحتاج إلى نقاش، وأنا معه في مسألة المنهج الكمي. هنا سأضرب لك مثالا، وكان هذا هو المحور الأخير على صدق ما أقول، وأعطيك نماذج حية أولا على مستوى الشخصيات التي جسدت في تراثنا وفي غير تراثنا علاقة المؤرخ بالمستقبل، وهنا أبدأ إن شاء الله. انظر ما فعله تقي الدين المقريزي رحمه الله في إغاثة الأمة. الكتاب هذا موجه إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مصر، والبلد كان يعيش في محنة مالية وفي غلاء وما يرافقه من فتن، وكل هذا سوف نصل إليه. وقال سبب الخراب وحدده فيما هو سياسي باختصار وفيما هو اقتصادي بالأساس، سيما على مستوى النقود وانهيار العملة، وانظر ما يجري في لبنان وما يجري في سوريا، وهذه الآن بدأت عملية بالربط، نتمنى أن تسمح لي في عملية الوقت، لكن لم يتم الإصغاء إليه. كتاب المقريزي ينطلق من حاضره، وما اقترحه فيه خصصه للمستقبل، وسوف تجد أمثال هذا وأضربه في العديد. وهنا أحيل إلى ما قاله السيد أوري، إلى الكتابات التاريخية الجريئة، بعض كتب الأدب السلطانية وغيرها، وأنا الذي كتاب هذا أيضا مفكر مصري محمد بن خليل الأسدي لديه كتاب، اسمع عنوان الكتاب: التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب، ها عنصر الزمن، فيما يجب من حسن التدبر والتصرف والاختيار، وهو أيضا موجه للطبقة السياسية في زمانه، في زمان المحنة المالية والنقدية والأوبئة، وكل هذه سوف نصل إليها. هل المثال الثاني؟ المثال الثالث، انظر ما كتب المجرى رحمه الله عندنا في المغرب حول المستقبليات، انظر ما قال بعض المعاصرون أمثال أبو غزالة ويمكن هذا موران وهابيرمس وغيرهم، وأنا لدي شهادة موثقة ليس هذا أوانها، على الذي عشناه وعلى الذي يحدث قبل حدوثه. أختم ما قاله كينز هذا يا سيدي كان موظف في المالية أظن في بريطانيا إن لم تخني المعلومات، والرجل هذا وقف وقفة حقيقية ضد معاهدة فيرساي، وقال للطبقة السياسية
وكان الخطاب موجه إلى بلده وإلى القوى المنتصرة في الحرب. إن هذه المعاهدة سوف لن تكون لها انعكاسات سلبية على الأطراف المنهزمة، ويقصد هنا ألمانيا وحلفائها كما تعتقدون، بل سيكون لها انعكاس على كل قارة أوروبية. لم يتم الإصغاء إليه. 10 سنوات لا أقل ولا أكثر دخلت أوروبا في الكساد الكبير، وهذه الظاهرة المحلة المالية على الآن دخلنا، سوف أخرج بك من الشخصيات للظواهر المادية الملموسة. هذه المحنة المالية لسنة 1929 بمقدمتها الحرب العالمية الأولى. يا سيدي، المحنة العالمية لسنة 2008 والتي أعطتنا التوقعات لما نعيش في زمنها، الراجح والمؤكد أنه لها علاقة بحرب الخليج الثانية، وهي التي أعطت المديونية في الولايات المتحدة. والحرب العالمية الأولى، عفوا، أزمة 29 رافقتها الكوارث والأوبئة، والآن أزمة 2008 وصلنا إلى أزمة كورونا. والآن أنتقل بك إلى بعض الظواهر المشتقة من هذه الظاهرة. نتمنى أنك تعطينا الوقت لأنك هذا المحور العملي. دكتور، يعني دكتور، هي ملاحظات قيمة لكن بصراحة صار وقت طويل. دقيقتان. دقيقة واحدة. أقول لك يا سيدي، هذه الظاهرة الأخيرة المتعلقة بالمحل المالية والاقتصادية تسمى في الخطاب المعاصر الأزمة النقدية والمالية، ترافقها أزمة أخرى، انقلابات الجيوش ومستمرة إلى يومنا هذا، حرائق الأسواق، ووقع هذا في زمن المرابطين والموحدين وفي العصر البويه الثاني، ويحدث في زمننا. ونظر الانفجار الذي حدث في لبنان واسمع ماذا أقول لك، سوف تحدث انفجارات وتحدث حرائق في الأسواق الشعبية وفي الأماكن المستهدفة للحسابات السياسية الداخلية والحسابات السياسية الخارجية. تحدث من الأشياء المرافقة، اسمع ماذا أقول، انهيار وتفكك التحالفات الطبقية والسياسية المتحالفة. تفكك التحالف الطبقي المسيطر مع المرابطين ومال الناس، حيث مالت القوة والغلبة مع الموحدين. وكذلك حدث وكذلك سيحدث في الصراع الدولي الحضاري، وأقول لك سوف يتفكك الاتحاد الأوروبي ويتفتت بين موالي للقوى الصاعدة وبين متمسك بقوى الحضارة الغربية الرأسمالية. الخلاصة سوف أصل بك إلى آخر، هذا هو الكلام كثير، وهذا هو الذي أقول لك أنا يجب الرصد والتتبع لوضع تنبؤات المستقبل. أنا يبدو لي والله تعالى أعلم، هذا الذي سمي بالغريب العربي كتبت عنه مقال منشور في مجلة كانت تاريخية، يمكن العدد 31 أو 35، وأنا أسميته الغريب العربي. قد تجد له، وكان في الحق عنوان المقال أن يكون سوء التاريخ وفتن الأمة. أنا يبدو لي والله أعلم، لأن الوقت يسمح، أننا نحن، اسمع ماذا أقول، أننا نحن بصدد عبد المجيد. يا وقت اللي يسمح. دقيقة. كلنا نريد التدخل، ولكن نحن نريد منك أن تمنحنا الوقت، يعني أنت منحنا الوقت مو أنا منحنا. يا سيدي أسلام، لم أنا في هذه 24 ساعة إلا كلنا لم ننام أستاذ. لا أستاذ، كاين أكاديميات من فضلك أستاذ، يعني كل واحد يدخل 3 مرات 4 مرات، يعني مصادر على البعض. لا وقت يعني طويل، نحن هي ملاحظات قيمة مهمة، لكن أكو تنظيم للجلسة وأكو أيضا شكرا. نعم. يمكن يكتبها أستاذ، خلي يكتبها ويدس عليك. مرحبا، يلا إن شاء الله. ممنون دكتور عبد المجيد، شكرا على الروح وعلى الحماس. شكراً. وأيضا قوة الأفكار وأهميتها بصراحة. محمد جد يكون آخر المتحدثين. بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك دكتور لك نصف ساعة، لأن الوقت ما بقى يعني وقت يعني خلاص يعني بس أنا بختصر. أختصر، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على المتدخلين، بصراحة يعني معلومات قيمة دقيقة، ونحن كطلبة علم يعني نستفيد منها، يعني بارك الله فيكم. بس أنا لدي ملاحظة بس، وليست يعني، ولكن بس يعني استوقفتني كثيرا يعني ما قاله الدكتور إبراهيم البيضاني، بصراحة يعني استوقفتني كثيرا، وهي تصب يعني كما يقال يعني مربط الفرس، يعني يعيش العالم، يعني يعيش حالة من الضعف، يعني العالم العربي وحتى العالم الإسلامي، يعني تردي انقسام الصراع يزداد يوما بعد يوم، يعني هذا العالم. ومن حسب قراءته يعني مدة 100 سنة لقراءته التاريخية فشلنا يعني، وهذه حقيقة يعني
يعني غياب في مؤسسات مدنية، الأمن والاستقرار وغابت فيها الهوية الوطنية فعلا أيضا يعني، وهذا شيء غريب. وكذلك أيضا فشلنا جملة وتفصيلا يعني في التنمية. للأسف الشديد نحن يعني عندنا في داخل مدارسنا في الإسلام يعني حول التراث يعني انقسام يعني منقسمة إلى ثلاثة. هناك قسم يعني يرفض يعني التعامل مع التراث، يرفض الماضي جملة وتفصيلا. المدرسة الثانية تتبنى يعني أن تأخذ بالحاضر وتمشي إلى يعني تبني على الحاضر يعني عفوا. المدرسة الثالثة وهي التي أراها يعني يعني الكثير من أساتذتنا يعني اللي درسونا استفدنا من علمهم، المدرسة الوسطية، وهذه المدرسة التي تربط الماضي لكي تستفيد من الماضي وتربط بالحاضر وكذلك أيضا يعني بالمستقبل. أنا في وجهة نظري وفي أيضا في العلاقات الدولية وفي العلوم السياسية يعني أنا عندما يعني أرجع إلى مقولة طريفة لعمر بن الخطاب يعني عندما يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا أخي هذه مقولة أنا يعني عندما يعني أراجعها وأشوف يعني تكتب بماء من ذهب. لو سمحتم لأساتذة الأفاضل يعني أختم ب ما قاله محمد الغزالي، وكأني يعني الكلام اللي قاله هذا كأني ينطبق حاليا يعني في واقعنا الحالي. يقول يعني هو يقصد يعني العرب ولكن حتى الإسلام حتى المسلمين أيضا، إن العرب جنس حاد المشاعر جامح الغرائز، عندما يطيش يفقد وعيا وعندما يعقل يبلغ الأوج. ولقد قرأت رأي ابن خلدون في العربي وترددت في تصديقه ثم انتهيت أخيرا إلى أن العرب لا يصلحون إلا بدين ولا يقوم لهم ملك إلا على نبوة، وأن العالم لا يعترف لهم وهذا الشاهد، وأن العالم لا يعترف لهم بميزة إلا إذا كانوا حملة وحي، فإذا انقطعت بالسماء صلتهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وغشيهم الذل من كل مكان. إن العرب بعيدا عن الإسلام لن يكونوا يعني هذا الكلام له يعني. أما في هذه الدنيا أستاذ محمد حاول تحسم الملاحظة ما تكتنيها. نعم تفضل بارك الله فيك. فقال يعني أما في هذه الدنيا فإن العرب بعيدا عن الإسلام سيأكل بعضهم بعضا ثم يأكل بقيتهم اليهود والنصارى. يا أخي بصراحة يعني هذا كلام يعني نحن يعني كان نراجع نفسنا ونشوف نلقى يعني أنا أقارنها بالغرب يعني أنا الآن عايش في الغرب وعارف تجربة الغرب. يا أخي الغرب استفاد من التراث العربي الإسلامي هذا، حتى القانون المدني الفرنسي يعني عندما ندقق فيه يعني مأخوذ من الفقه المالكي. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير لكي لا يعني أطيل كثيرا يعني. على شكرا أستاذ محمد جدا، وبالتأكيد إحنا كباحثين كمؤرخين لا نقف ضد الإسلام كدين ولا نقف ضد القيم والتراث والتاريخ اللي تركنا وكل المعرفة اللي تركناها، لكن موضوع إقامة أو المراهنة على دولة دينية أو دولة مدنية هذا أمر طبعا بالتأكيد مختلف عليه، ونحن لا نزج أنفسنا بالخلافات في وجهات النظر المختلفة. دكتور شكرا محمد. دكتور إبراهيم، دكتور أحمد الحسود، ملاحظة أخيرة بسيطة جدا. نعم. يعني نعم. بس أذكر المتحدث الأخير أن ابن خلدون عندما يتحدث عن العرب لا يقصد العرب إنما يقصد العربان، يقصد القبائل. نعم. الرحل اللي كانوا في وقت ابن خلدون كانوا يهدمون الدنيا طبعا. نعم. يهدمون الدنيا لأنه كانوا تحت ظلم يعني لا أحلل المسألة، بس إذا أقول له أنه يعني هذا هي مسألة يجب أن تضع بالاعتبار فيظلم. نعم. العرب صحيح. عندما يقال عنهم هذا. شكرا. نعم. شكرا صحيح. شكرا لكم جميعا، كانت ندوة راقية جدا بكل المعايير، مداخلات ومستوى فكري وتفاعل راقي جدا، واعتقد يعني هاي مستوى من الحوارات هي اللي توصلنا للمعرفة الحقيقية، المعرفة التاريخية. بناء على ذلك كاتحاد على الأقل أتحدث عن نفسي يعني أمامي مشاريع متعددة، المدرسة الفكرية التاريخية بإطارها الدولي والمحلي الوطني والعربي، وأيضا أمامنا مهمة المفاهيم والمفردات، وجهزوا نفسكم للوثيقة التاريخية حتى نحسم الأمر وننتقل إلى بقية المفاهيم. ثم خلوا في بالكم
القراءة يعني تقديم القراءات، يعني طلبت منكم يعني نماذج من المعرفة توظفوها لقراءة الحاضر، خلي نجرب نفسنا ببعض يعني بس، لكن مو نتحيز وكل واحد يحاول نفسه يظهر نفسه هو المتقدم وغيره، لا نريد نقرأ قراءة موضوعية صحيحة، هدفنا تقديم الفائدة لصانع القرار، هدفنا نقدم قراءة على الأقل نقول له هذا الصح وهذا الخطأ، هذه خلاصة أفكارنا وصلت في هذا. خلي نجرب نفسنا في وصف الحال ووضع التصورات المستقبلية، هذه مشاريع إن شاء الله تنتظرنا في الأيام القادمة. شكراً لشركائي الأساسيين الاستراتيجيين جامعة سليمان الدولية الدكتور مصعب وجامعة سيد محمد بن عبد الله وممثلها الآن الدكتور الحسن أوري، شركاء استراتيجيين وانضمت إن مؤسسة فكرية راقية جداً، راقية بأساتذتها وبعنوان منهجها اللي تعتمده وبرئيس المؤسسة مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية والدكتور أحمد الحسو. هذه الشراكة أسفرت عن وأنتجت معرفة ووعي وتنتج الآن، لازلنا في طور يعني خلال هذه النشاطات الفكرية الثلاث يعني خضنا حوارات حلوة متقدمة وأعتقد مفيدة، راح أيضا تتوج بإصدارات. الآن ملف الوثيقة التاريخية تقريبا انتهى صدر، يعني اليوم بكرة يصدر العدد جاهز للنشر، استكمل كل عناصره، وأعتقد أمامنا مهمات أخرى كثيرة في موضوعات النشر. أنا أطلب منكم استراحة لمدة أسبوع، يعني من بكرة يتوقف كل الاتصالات، يعني استراحة وإجازة لمدة 7 أيام.